أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة برنامجكم أسبوع رياضي، برنامج الجماهير. وعدناكم طلع عليكم كل أسبوع من الساعة 10:30 مساء بتوقيت الكويت حتى صباح يوم السبت في الساعة 12:30، نناقش أهم القضايا الرياضية سواء كانت محلية أو عربية وكذلك دولية. اليوم حلقة تتقسم إلى جزئين، الجزء الأول عن أزمة التحكيم في ملاعبنا الكويتية أو التحكيم ما له وما عليه. هناك العديد من الأندية والإدارات تتذمر من المستوى التحكيمي، مشاكل عديدة في لجنة الحكام الموجودة في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، نناقشها مع العديد من النخبة معنا. والجزء الثاني إن شاء الله راح يكون معنا عضوين من اللجنة المنظمة لمباراة بايرن ميونخ ونادي الكويت الكويتي المقامة تاريخ 13 يناير الساعة 6 مساء، نناقش أهم الاستعدادات والتطورات قبل اللقاء بثلاثة أيام. موضوع أزمة التحكيم في الكويت يعني موضوع شائك، موضوع كبير، لديه اهتمام كبير من الشارع الرياضي وخصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجماهير. ويسعدني أن أعرف مع الأساتذة اللي معنا في الاستوديو المختصين في هذا الجانب، السيد العزيز منصور أبو الحكمنا الدولي السابق والمحاضر في الاتحاد الآسيوي والمحلل في قناة الثالث الكويتي. أهلا وسهلا فيك، سعداء بوجودك. دكتور صقر ملا محلل برنامج، أهلا وسهلا فيك، عليك غياب الأسبوع اللي طاف نعوضه في هذا الأسبوع. وكذلك معنا علي زيد لاعب نادي الكويت الأسبق، أهلا وسهلا فيك أستاذ. وكذلك محمود بلوشي الحكم المستبعد يعني زادوا الحكام المستبعدين وكذلك المستقيلين من قبل اللجنة. ونود يعني أيضا أن يعني نتحاور معك بشكل أوسع عن هذه العملية. منصور أبو في بداية الأمر يعني حتى يعني نكسب الوقت، بس قبل أن نبدأ يعني في التقرير الخاص عن حلقتنا، نود أن نرجع مع بعد هذا التقرير تعطينا تقييمك بشكل سريع عن المستوى التحكيمي في الكويت، ولكن بعد هذا التقرير الخاص عن موضوع الحلقة والحوار. قضاة الملاعب أصحاب القمصان السوداء أو الزرقاء حكام كرة القدم هم أساس لعبة كرة القدم، وبيدهم منع المشاكل والأحداث التي نشاهدها في ملاعب كرة القدم، وبيدهم أيضا التلاعب بنتائج المباريات من خلال التحيز لأي فريق يرغب به قاضي الملاعب. فمجالس إدارات الأندية المتميزة تصرف الكثير من الأموال في المعسكرات وجلب أفضل المحترفين والمدربين في سبيل رفع شأن النادي وجني الكؤوس والبطولات، إلا أنهم يصطدمون بأشخاص يضيعون تعب موسم كامل بصافرة واحدة في ظلم هذا الفريق أو ذاك. فمن يحاسب حكم المباراة إذا أخطأ وحرم فريق من بطولة أو نقاط مباراة هامة إذا كان رئيس لجنة الحكام لا يبالي ولا يعاقب حكامه، وأحيان كثيرة يتدخل حسب أهوائه في الإعاز للحكم بظلم فريق معين. وينطبق المثل القائل إذا كان رب البيت للدف ضارب فشيمة أهل الرقص. مشاكل وأقاويل كثيرة يسمعها المتابع الرياضي يشيب لها الرأس من قبل لجنة الحكام التي من المفترض أن تكون حيادية بشكل تام، إلا أن حكام كرة القدم بدأوا بالهروب من مجال التحكيم لسبب واحد فقط، هو تسلط رئيس اللجنة وتفرده بالقرارات. فمن يعيد الاعوجاج في لجنة الحكام ويعيد الثقة بأهم لجنة في أي اتحاد رياضي، ومن يعيد الكفاءات التحكيمية التي هجرت هذا المجال. التحكيم ما له وعليه حوار، الجزء الأول من حلقة اليوم على أساتذة. نرحب فيكم جد فيكم ترحيب يعني في برنامج الجماهير. ونبدأ يعني سيد منصور أبو كونك حكم دولي سابق وكذلك محاضر في الاتحاد الآسيوي ومحلل مختص في الشؤون التحكيمية، يعني فرشة سريعة تقييمك للمستوى التحكيمي خلال هذه الجولات التي مضت من قبل دوري فيفا. طبعا أول شيء أنا أمسي عليكم، أنا سعيد أكون وياك بجوهر. أنا سعيد دكتور صغير وكابتن علي زيد وكابتن محمود. طبعا خلنا نبدي بجوهر بحماس شوي، ما نبي نتكلم عن الأداء هذا، احنا خلنا نتكلم عن ظاهرة وهي ظاهرة غريبة صارت عليه، وهي هي الحكم يعتدي على اللاعب. خلنا نتكلم من هالحالة، شو اللي خلى الحكم يوصل إلى هالمرحلة؟ اليوم احنا قاعد نشوف حالة سعد، نشوف حالة المسوي بالصالات، نشوف اعتداء بشكل مو طبيعي من اللاعبين. شو اللي وصل الحكم يعتدي على اللاعب، وشو اللي وصل ان اللاعبين يعتدون على الحكام؟ إذا هني الثقة انعدمت. هني اليوم احنا نبي نعيد الثقة للاعب، نبي نعيد الثقة للأندية اللي تدفع فلوس، نبي نعيد الأندية للإدار الثقة للإداريين، كذلك نبي نعيد الثقة للحكام. اليوم الحكام ينزلون الملعب مهزوزين، الحكم ينزل شاحب خايف، ويها يعني تحس الحكم مهزوز، ما وراء سند ما وراء ظهر.
هذا اللي بنوصل له. شو اللي خلى العملية توصل إلى الحد؟ شو اللي خلى الحكم أساساً اليوم أنت كلجنة حكام توصل مرحلة ما أنت عارف من تحط الحكم؟ لا بتحط بسرية، ما عاد يعني أنت اليوم ما كنا إحنا بهالحالة، إحنا كنا ندري بالمباراة قبل أسبوع نهيئ نفسنا بدنياً وذهنياً نفسياً. يعني نفسياً أنت لازم تكون مهيئ. أنا يا هي الحكم قبل المباراة بساعتين أقول أنزل المباراة حكمها، وين التهيئة؟ شو اللي خلانا نوصل إلى هالمرحلة؟ شو اللي خلى أساساً الآن اللاعبين والإداريين والأندية ما تثق بأي حكم؟ ممتاز، يعني أنت واضح من إجابتك أن تغييمك للتحكيم هو سيء لعدم وجود ثقة متبادلة ما بين اللاعب وما بين الحكم. نعم. شنو الأسباب اللي أدت كونك قاعد تتساءل؟ ها أسباب كثيرة. منها الأسباب، إحنا لازم نبعد الشك اليوم. إحنا ترى أنا دائما صريح، أنا لا لي عضو باللجنة ولا أنا تابع الاتحاد ولا تابع أحد. اليوم إحنا الكل يصيح يتكلم، الدواس والدواس وعبد اللطيف الدواس ورئيس لجنة الحكام. اليوم لازم نكون احنا حاطين يعني نحط الجرح او نحط صمنا على الجرح. نعم. نقول في خلل بلجنة الحكام، في انشقاق بلجنة الحكام، في عمل. اليوم انا عبد اللطيف دواس صديقي. نعم. وعرفه وزميل. نعم. انا اكثر واحد انضريت من الدواس، بس مو معناه اني انا والله لاني انضريت انا الحين واقف ضده. نعم. او لان انا ضرني او ما فادني او ما استفدت منه اني انا بروح اقف ضده، لا. نعم. اليوم احنا قاعد نتكلم كأداء كآلية. اليوم عبد اللطيف دواس ممكن مسك مكان ما أدى أداء مميز، ما أدى أداء يعني مو يعني ان اليوم احنا جايين نتهجم والله. نعم. لان انا قاعد اشوف بو جوهر كل الحلقات سواء صارت في تلفزيونات الاخرى او في قنواتكم او كذا كلنا نتكلم عن شخص معين. نعم. رئيس اللجنة، هي مو العملية رئيس لجنة، احنا مو جايين نتكلم عن رئيس اللجنة، احنا قاعد نتكلم عن أداء اللجنة بالكامل. نعم. قاعد نتكلم أداء الحكام، قاعد نتكلم اليوم في عندنا مشكلة، صار لنا 3 أسابيع الدوري واقف. نعم. إنزين الدوري واقف، أنت غير تستفيد من هالفرصة تعيد تأهيل حكامك، تدرب حكامك، تهيئ حكامك، محاضر. ما صار هالشيء نهائياً. نعم. وين التهيئة؟ أنت اليوم مقدم على مباريات نارية مصيرية، يعني أنت اليوم كنت بالمرحلة الأولى، المرحلة الثانية عندك 4 فرق متقدمة. نعم. و4 فرق يبون الفوز و4 فرق يبون البطولة. نعم. أنت إذا الحكم هذا ما هيئته للمرحلة القادمة هذه، ما هيئته بدنيا وذهنيا وعملت له معسكر، مخليهم على كيفهم، فبالتالي من اللي راح يرد الثقه ومن راح يعيد الثقه وشلون تعيد الثقه؟ ممتاز. كابتن محمود بلوشي، انت حكم مستبعد، يتساءل الجماهير كثير، انت والاخ العزيز مثلا حمد بوجر ومجموعه من الحكام، يعني خرجتوا للاعلام لاغلب وسائل الاعلام قاعد تبينون ان هناك في سلبيات كثيره على لجنه الحكام، ان هناك رئيس لجنه الحكام يعني لديه مزاجيه في اداره عمل اللجنه، اللجنه ما قاعد تقوم على عملها باكمل وجه ممكن بشكل احترافي وعمل منظم كعمل جماعي. ليش النقد المتاخر؟ وينكم من 4 سنوات؟ يعني رئيس اللجنه صار 4 سنوات ما شفناكم تعلوا اصواتكم بالنقد الا بالفتره الاخيره، يعني هل لانه والله ما فاتكم رئيس اللجنه او ما بركم؟ قاعد اشوف رده فعل كبيره، يعني البعض يقول لو كنتوا فعلا مصلحين لكانت العمليه من البدايه من 4 سنوات، يعني هذه اتهامات فيكم. لا لا اخوي ابو جوهر، انا واحد من الناس، انا تكلمت. نعم. من زمان حتى ما كنت انا حكم كنت انتقد اللجنه. نعم. سواء رئيس اللجنه، اخوان اعضاء اللجنه، اي شيء يصير يعني بغير صالح التحكيم كنت اتكلم عنه واقول، ولا اجامل، هذا الطبع فيني انا. ولكن سوء اداره اللجنه والمحسوبيه عندهم هناك، هذا اللي خلتنا احنا نطلع ونتكلم واستبعدونا. شنو من مثال المحسوبيه يعني، او شنو السلبيات اللي انت قاعد تشوفها؟ يعني تعطينا امثال نكون واقعيين، واحنا قلنا ننتقد يعني رئيس اللجنه لعمله هو ولجنته مو لشخصه. طلع الكريم، في ناس محسوبين على رئيس لجنه الحكام. نعم. تبع رئيس الحكام مثل ما تقول مدللين عند رئيس لجنة الحكام في مباريات. نعم. لهم معينة تسند لهم. نعم. إداريات، شغلات وايد يعني ما تحضرني حين عاد بالضبط عاد. نعم. يعني أنا بقصد شنو سبب استبعادك؟ أنا بسبب استبعادي كان عندي تكليف من الاتحاد الآسيوي. نعم. كاس آسيا للناشئين في نيبال، فحاط شرطه بذيك الفترة، قال اللي يجتاز الاختبار، احنا 3 حكام طبعا، أنا وأخوي علي محمود و أخوي يوسف ثويني. نعم. تجتازون اختبار لياقة البدنية. نعم. إن شاء الله رحت هناك لأنه تجمع، فالتجمع لازم يكون فيه اختبار لياقة بدنية، ما بيكم تروحون هناك لا سمح الله تفشلون أو تسقطون وأنتوا حكام دوليين مو حلوة بحكم. نعم. وافقنا، اختبرت أنا طبعا لأن علي ويوسف كان وقتها على ما أظن جايين من تجمع وعندهم شهادة تعطى حق كل حكم يقدم اختبار برا بطولة أو تجمع. إن اجتاز. استثنوهم. نعم. فأنا اختبرت أنا وإخواني الحكام. اول اختبار لي ما اجتزت الاختبار. نعم. والمطلوب 10 لفات. نعم. انا بتسع لفات، فعاد لي بعدها بيوم او يومين واجتزته. نعم.
الاختبار هو بنفسه بارك لي وقال لي مبروك وكذا وكذا هذا. رئيس مجلس الحكام. تفاجأت مع الأخوان وأعضاء اللجنة موجودين تصوير موجود. نعم. بعدها بنص ساعة أو ساعة لربع قال لي تعال الاتحاد، رحت الاتحاد سلام عليكم السلام. والله إحنا شفنا إنك ما تروح، ليش يا أبو فهد؟ قال والله يوم طالعنا السي دي إحنا لهذا لقيناك أنت متأخر من ناحيتي أنا ثانية أو ثانيتين، ومن ناحية الأخ خالد أبو وفؤاد ربعان أعضاء لجنة الحكام متأخر 3 ثواني أو 4 ثواني. مدام إن أنا متأخر جرت العادة سواء بالفيفا بالاتحاد أسوي اللي يتأخر أول مرة بالوقت المحدد يعطونا إنذار، يا كابتن محمود ترى هذا إنذار لك أنت دشيت زايد عن الوقت لك 30 ثانية مثلا. ما أعطوني، كملت الاختبار أنا طبعا الوقت أنا مو عندي عندهم. نعم. هم نعم. خلصت ليش ما نبهتني؟ ليش ما قلت والله احنا لجنة واجتمعنا ورأينا انك ما تروح؟ نعم تقصد ان هم فيها العملية ان ما يبونك يعني ما والله انا حطيتها ببالي ان متعمدين انا يبون الشغلة. نعم. هذه وطلعوا واحد ثاني بدالك؟ لا لا انا الاعذار ابو جوهر واحد يقول لي والله ان يبال صايرة بين الهند والصين والجو ورطوبة ما رطوبة يعني شغلات ما ادش العقل. نعم. واحد يقول لي وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم. يعني بينت ان النيه مبيته يعني ما يبون يروح. نعم. وبعدين انتقدتهم واستبعدوك ولا انت ابتعدت يعني؟ لا لا انا استبعدت وقلت لهم انا ما راح احكم، طبعا كلمت السكرتير ما كلمت احد من اعضاء اللجنه ولا بلغتهم. نعم. ولا كتاب رسمي ولا حتى بالتلفون. نعم. دزولي بعدها باسبوع مسج اخي الحكم لقد تقرر لك اعاده الاختبار وهذا. رحت لهم شو السالفه؟ كلمت اهم السكرتير ما شفت احد. نعم. قال والله اوامر وانا عبد المامور دزيت لك مسج. نعم. قلت له سلم على لجنتك وقول له محمود بلوشي بطل تحكيم. نعم. ردوا بعدها باسبوع دزوا مسج ما رحت. تفاجأت رشحوا واحد بدالي شالوا. نعم. من الدولية ورشحوا بدالي. شالوها منك؟ شالوها من الدولية. من رشحوا بدالي؟ والله كان وقتها اثنين لان انا واخوي ناصر العنزي. ناصر. نعم. كمل السن القانوني 45 سنة. نعم. وانا فرشحوا اثنين اخوي علي طالب وعباس شمري. نعم. اذا تقصد يعني في نهاية الامر ان هناك في محسوبية ترى من وجهة نظرك يعني؟ في محسوبية. ممتاز. استذكرت بعض المواقف حتى اني ارجع لك. علي زيد انتو كلاعبين سابقين كرياضيين دائما تنتقدون لجنة الحكام بشكل موسع في البرامج، نشوفك يعني انت كمحلل يعني ما شاء الله عندك حضور لكافة البرامج الرياضية، الحكام الحكام الحكام. زين وين دور الأندية انتو؟ انتو الحين ممثلين الأندية يعني مثلا نادي الكويت نادي العرب نادي القادسية، انتو تروحون يروحون الجمعيات العمومية صمم بكم ما يتكلمون عن الحكام، ما نسمع انه في محاسبة من الأندية انه تحتاج تطوير عملية الحكام، ما نشوف انه في دور الأندية تجاه الجمعية العمومية لإصلاح لجنة الحكام. لا بالعكس احنا طبعا الحكام طبعا احنا دائما ما ننتقدهم انتقاد يعني لغرض ما انتقاد. نعم. للاصلاح طبعا. نعم. احنا قاعد نشوف انه في بعض المباريات صراحه يسندون مباريات حق حكام صراحه يعني انا اللي قاعد اشوفه انه ما يفقهون باي شيء في كره القدم يعني لا هم كانوا لاعبين بالاساس ولا كانوا اي لهم صله في كره القدم يعني ساعات احنا نطالع قرارات تحكيميه يعني صراحه تضحك يعني نحاول نكذب نفسنا نقول لا يمكن هذا الشيء غلط او شيء لكن في شغلات قاعده تصير تحكيميه صراحه متعمده من بعض الحكام لافساد المباراه او لغرض انهم يخسرون فريق معين. نعم. صراحه انا اتكلم على الكل ولا على نادي الكويت؟ على نادي الكويت بكستفاد من التحكيم يعني انا اتكلم من ناحيتي يعني. نعم. ممكن اكون جانب من نادي الكويت وممكن يكون على مستوى الانديه كذا حكم يعني. مثلا عمل حالات فعلا تشوف انه هو متعمد ترى ما تحكي على الدرجه الاولى معلش بس معلش يعني معلش. يتكلم حتى على المراحل السنيه كلها يعني. بالعكس نورنا منو حكم متابعتك انه شفت حكم عمل حادثه غريبه عمل مشكله منو يعني؟ يعني احنا اخر شيء تضررنا بالمراحل السنيه صراحه من قبل أي قبل حكم؟ اسبوع اعتقد شعيب الحكم مبارك شعيب هذا حكم ونعم فيه كشخص وهذا ولكن صراحه اداء الحكم اداء مستفز لنادي الكويت انا اقول لك اياه اشكره اي مباراه هذه؟ لعبتنا احنا مع التضامن. نعم. نعم. تحت 6 سنة. نعم. يعني قرارات تحكيمية قاعد تخذها عكسية أثرت على 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 سير المباراة أثرت على نتيجة المباراة وعلى طبعا ترتيبنا في 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 الدوري. كم انتهت المباراة؟ انتهت أعتقد تعادل 1-1. أنت تؤمن أنه مثلا متعمد أو مثلا ما يعني إذا أنت ترى سلبي هذا وجهة نظرك هل هو متعمد لإسقاط نادي الكويت أم أنه هو قليل الخبرة أو مثلا أنه هو مثلا لم يوفر؟ لا لا هو مو قليل الخبرة هو قاعد يحكم حتى درجة أولى. نعم. وقاعد يسندون له مباريات تحت 16. نعم. يعني بالحادثه اللي صارت يعني او المباراه اللي صارت ذاك اليوم
انا اتوقع ان هي شغله متعمده. نعم شغله متعمده. سوق نادي الكويت استفاد مرات من بعض الحكام يعني عادي، هذا خطا لا لا شنو اللي استفدنا يعني؟ شنو اللي اللي اللي, اللي نادي الكويت استفاد منه يعني؟ نعم. يعني هل احنا حصلنا لا مباراتكم ام العرب مثل هدف العربي لم يسجل يعني لم يحتسب ليخرجه عصام جمعه مثلا من الخط يعني هذا قال خطا تحكيمي ما نقول ان متعمدين يسقطون. لا 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 هذا الهدف صار عليه لغط وصار عليه حكي. نعم. وبجميع القنوات عرفت شلون، وكل واحد له وجهه نظر. نعم. وقالها انا قلتها بوجهه نظري يعني قلتها. نعم. 99% ان هي الكره كأنها جول، ولكن نعم. في 1% فيها شك. نعم. ممتاز. هالشك هذا اللي احنا قاعد نقول ان احنا ما عندنا التقنية اللي هي تثبت لك او تكشف لك الهدف. نعم. نعم. دكتور صقر انا يعني ابيك من الاخر لانك انت لا عضو يعني انت يعني ما انت عضو او مثلا ولا اسم مدير جهاز كرة ولا شيء يعني ما عندك شيء تخسره. اي انا ابيك دايركت. رئيس لجنة الحكام احنا نعزه القدر على المستوى الشخصي ولا نغفل دوره التاريخي للامانة في مجال التحكيم الاخ العزيز عبد اللطيف الدواسي. نشوف في انتقاد كبير على لجنة الحكام في كافة القنوات في كافة الصحف. نشوف هناك مثلا حالات غريبة دائما نطلب منهم التوضيح وما يخرجون. يعني حمد بوجر وانا اذكر عندنا برنامج عند برامج قال كلام غريب يعني وصلت لحد الرشوة، يقول يعني هناك اقام رشوة قيمت في مكتب رئيس اللجنة. كلام غريب، ما شفنا رئيس الاتحاد تحرك، ما شفنا مجلس إدارة الاتحاد تحرك، يعني ليش هذا التجاهل من قبل اتحاد الكره؟ زين دافعوا عن حكامكم، انا ما اقول لك رد على حمد بوجروة او محمود بلوشي، دافع عن حكامك يعني هذه يعني امانه. صحيح. برايك ليش يعني ليش شيء؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، احب امسي على كل المشاهدين عليكم اخواني الموجودين بالاستديو، يعطيكم العافيه حضوركم وتواجدكم معنا. بوجروة طبعا انت يعني قاعد في اكثر، لو انا بس سؤالك بجاوب عليه يمكن راح اقعد الحلقه كلها اسولف عنها. نعم. بس توضيح اليوم يعني اليوم انا ودي بس يعني اسولف في بعض النقاط المهمه اللي احنا سولفنا فيها. يعني في شغله قالها الكابتن علي طبعا شويه اختلف فيها معاك، وانت قلت لي تقول لي مبارك شعيب انه عنده تاريخ خبره عنده في الامور هذه، مو معناته ان انا اذا اقضي سنين ولا 5 سنين ولا 6 سنين معناته ان انا عندي خبره على فكره يعني. نعم. الخبره هي تكون في الممارسه الصحيحه هاي رقم واحد. لا انا اقصد انه هو قاعد يحكي على درجة اولى بس انا ودي. نعم. يعني بس كان تعليق بسيط على كلامك بس بغيت اوضحه. نعم. مبارك شعيب يعني على مستوى شخصي يعني احترمه احترام. نعم. كبير يعني، والعكس يعني مثله ومثل سعد عبد اللطيف الدواس. لكن انا بوصل الى شغله مهمه يا رجل، اذا حكم ما عندك شخصيه بما معناه قراراتك ثابته داخل الملعب، اذا انا ودي افتهم انت شلون اذا قاعد تسند اليك اكثر من مباراه. نعم. وعلى فكره ترى هي ما انت يوم قلت لي ما هي فقط على الدرجه الاولى، انا قاعد اقول لك نعم ما هو على الدرجه الاولى، يعني قاعد نحضر مباريات مو فقط ايضا تتعلق في نادي الكويت، في انديه اخرى. نعم. يعني في المراحل السنيه ايضا نفس المشكله قاعد نمر فيها احنا. نعم. مع مبارك شعيب. نعم. اذا هل هناك قرار ضد مبارك شعيب؟ لا، انا اقول لك ليش، مع احترامي الكامل مثل ما وصل لي بانه ولد خاله عبد اللطيف الدواس، شلون بتقرب يم هذا؟ يعني هذا الحين من الحين اقول لك هذا مرشح يصير هو رئيس لجنه الحكام القادم. ورئيس لجنه الحكام يعني على قد المشاكل اللي احنا قاعد نمر فيها، وينك انت؟ انت وينك؟ انا ودي افتهم، انت اليوم قاعد اقول لك ان انا يعني انا اخو انا زين لا تقول لي انا خلني واحد بعيد عن كره القدم مثلا. نعم. سنين وسنين انا ما شفت مدى المشاكل اللي قاعد تصير في التحكيم مثل اللي صارت على موجود فيها عبد اللطيف الدواس. نعم. طيب انت الحين اذا انت موجود على ظهر هذه المشاكل كلها، واحد من الاثنين عندك، يا ان انت تبتعد يا ان انت تصلح غلطك. نعم. اما 4 سنين والخطا يزيد ويزيد ويزيد الى ان وصلنا للمرحله هذه، انا ترى صار شيء طبيعي عندي، كل اسبوع ابطل شاشه التلفزيون اشوف 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 هوشه هذه هوشه ثانيه. نعم. هذا مبارك شعيب الحين انا بودي هني بس شوف هذه يعني الحكم انا اللي اعرفه بمجتمعات برا اشوف الحكم ينحاش الا هني انا اشوف الحكم يرفع عليه بيطق لا بس انا اقصد يعني انا الثقافه خليني اكملك بوجهه. نعم. يعني انا ودي يعني هذا اقول لك انا اذا يا انت تبتعد يا ان انت تصلح حالتك، لكن الغلط قاعد يزيد، الشحن قاعد يزيد، اللاعبين داشين اوريدي ما عندهم هم الثقه في الحكم. انت استاذ منصور ابو قاعد يقول انا الحكم يدخل وهو مهزوز لانه ما ورا ظهره، انا اقول لك مو كذي، اللاعب يدخل يدري هو مشحون اوريدي على الحكم. نعم. هذا كله بسبب منه، بسبب رئيس لجنه الحكام، هو له دور كبير، اولا لا يطلع قاعد يصرح ولا يطلع قاعد يوضح ولا قاعد يحل المشاكل الموجوده، تشققات موجوده في لجنه الحكام،
يعني انا بعد حادثه ابو جروه كنت اتمنى ان حلقه اللي معه لا يطلع من عندنا البرنامج يطلع مكان ثاني يوضح ما ابدا ما في لا عفوا دكتور يعني احنا السالفه ما فيها دائما ينتقدوننا يعني يقول انتم نادي الكويت دائما تشتكون من الحكام ودائما دائما يا اخي هم الحكام نفسهم نفسهم قاعد يخلقون عداوه حتى يعني قاعد ياهلون حتى المراحل السنيه الصغار قاعد يعملون لهم شغلات صراحه يستفزونهم لا يعني هذا جيل كابتن علي انا ارجع واقولها انا الحين للامانه يعني انا والله يا ابو جوهر انت ورني في مباريات دوليه المشهوره عالميا تلقى مثلا اذا لاعب يتهجم على حكم حكم يرفع ريله بيروح له لا ويروح له كنه بيطقه وين صارت انا ما قاعد اشوف لا بس كابتن شنو هالثقافه هذه قاعد انا ابو جوهر قبل لا تسالني عندي ثلاث تعقيبات تفضل ممكن تعطيني فرصه بس تفضل اول شيء بعقب على كابتن دكتور صقر طبعا احنا قلنا بالاول احنا ضد ان الحكم يعتدي على اللاعب نعم بس انتم ما شفتوا يا هال على 12 سنه ها 10 لاحقين الحكم بعيال يلحقونه بالملعب مطارد يطقونه ما شفتوا عضو مجلس اداره يشيل عقال يطق الحكم نعم. ما شفتوا رئيس نادي وعضو مجلس اداره قاعد بالمنصه يحذف طفايه كريستال حكم على راسه بفجر راسه ليش ما نتكلم على ضرر ليش نتكلم على انه والله الحكم لا 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 اتفق معاك اتكلم دكتور والله اتكلم لا لا انا هذا والله لكن انا ما عاجل الخطا في خطا يعني انا بدنا نشوف واحد يوم من الايام حذف حكم طفايه انا خلاص الباشر عادي الحكم يطق لاعب دكتور ما صار احنا قاعد نتكلم عن ظاهره اخلاقيه سلوكيه احنا ما نتكلم عن التحكيم اليوم احنا قاعد نتكلم حتى على الشارع ترى اليوم اللي قاعد بسيارته اذا ما يشوف كاميرا على الاشاره وما يشوف شرطي يطوف فهذه ظواهر انت اليوم هذه اخلاقيات نعم. سلوكيات احنا لازم نكون قد انا ما اتكلم ان ظاهره سعد ولا فلان ان حكام هذول صح سووا انه راحوا اعتدوا على اللاعبين اكبر خطا وجريمه نعم. بس احنا ليش ما حاسبنا هذا ليش وصل لمرحله انه هو يعتدي لان درى انه ما حد ياخذ حقه درى ان اي مناسبه جايه جريبه راح يتنازلون عن حقه درى ان اخر شيء بيضغطون عليه بيقولون له سو كذا وسو كذا وراح حقك تنازل بالتالي قال لا يبا اخذ حقي بدي صارت غابه صحيح. خلاص هذه شغله الشغله الثانيه شغله محمود يقول لي بخصوص الاختبارات احنا صار لنا 3 سنوات قاعد نسقط بالاختبارات الاسيويه صح. والحين عندنا 3 حكام عندنا 3 سقطوا 2 حاطينهم على الويتنج يبون يسوون لهم شنو اختبار دور ثاني ماليزيا لازم يختبرون الاختبارات هذه قويه اختبارات الفتنس تيست هذه ما يطوفها اي واحد اليوم مو بالصافره اليوم بالتايم في عندك مترو جيت في عندك قياسات في عندك البولر في عندك قياسات دوليه انا قلت لهم بهالطريقه ما راح ينجح احد مع احترامي لاخوي العزيز واخوي حبيبي ها حميد عرب مدرب الحكام قلت له يا حميد لا انت تقدر تختبر وتنجح ولا انا شوف عشان ما اقول حميد غلطان لا انا اقول بعد ولا انا اقدر ادرب ونجحهم ولا قاسم ولا علي مندني السبب ان احنا في برنامج يمشي يا اخي في برنامج من الاتحاد الدولي يجيبك اياه اللي قاعد يسوونه سووا الاختبارات هذه تمرين 6 لازم على الاقل تشتغل على 6 كيلو باليوم تدريب هل كثر قياسات هل كثر سرعه هل كثر مسافه يعني تقصد اللجنه مقصره في الجانب البدني للحكام وايد يعني اليومي التدريب اليومي او الجدولي احنا اللجنه اليوم شو تسوي اللجنه قاعده تنجح الحكام من غير اختبارات تدري ليش لان ما عندي حكام لان ما في عندي حكم يمكن 3 يجتازون الاختبارات اذا بسويها بشكل دقيق نعم. فبالتالي ما حد يدير الدوري نعم. فمضطر اني انا نجح الحكام عشان يديرون للدوري نعم. وانا اللي اقوله انا ليش اقول حميد ومنصور وغيره ما يقدرون يسوون هالشيء لان في برنامج في سيستم لازم عليه. نمشي عليه بعدين نختبر مثل ما احنا لما نقول والله سعد كميل وحسين شعبان هذول المحاضرين دوليين لازم يتكلمون عن المستجدات والقانون وكذا يعطونا الحكم اذا هذول ما يشتغلون ممتاز. ما يجتازون نعم. نقطه اخيره بس ما معلش انا مرتبط فاصل معلش تفضل اخر نقطه بخصوص الكابتن الكبير علي زيد نعم استاذ علي ما في حكم اليوم مخول انه يعطي مباراه او نتيجه ليش انا اقول لك ليش اولا بالكويت الدوري عندنا ما يسوى ما في شيء لا فلوس ولا مراهنات ولا تكاليف ولا شيء اساسا عندنا حكام الحين صار لهم موسمين ما استلموا فلوسهم وتو نزلوهم على 150 دينار نص المصروف ها يعني انت اليوم اذا تبي تشيك او تبي تجير احد لازم تدفع له لازم تعطيه لازم تسخر له اليوم دوريك شنو فيه
لاعبينك ما قاعد ياخذون فلوس، حكامك من تحمل قال نقطة جدا مهمة، قال الحكم شنو من شنو يعطون الحكم ولا شو يسووا له ولا بما معناه او غيره. لكن انا اليوم قاعد اقول شغله محدده، تذكر لما عندنا الحكم مجرد مجرد قاعد يتكلم بانه يقول هناك في رشوات قاعد تتمشى داخل هي داخل اللجنه. يعني انا الحين انت قاعد تقول لي ما ينصرف له، طيب انا قدامي انت قاعد تكلمني انت بالواقع دكتور انا فاهم اي اي انا فاهم انا فاهم. انا الحين قاعد اتكلم مثلا يعني الشغله الاولى انت قاعد تقول لي هو ما استلم مبلغ من هيئه العامه للشباب والرياضه ومن الاتحاد الكويتي لكره القدم لمده سنتين، ما في مشكله انا ما عندي مشكله لبس ما لكن انا قاعد اتكلم اللي تكلم فيه بس احد اعضاء هيئه التحكيم احد اعضاء لجنه التحكيم السابقه يقول بان ليبا كان في رشوه، هي رقم واحد. شيء ثاني مو شرط الرشوه تكون فرضا بس ماليه، ممكن هناك يعني ان لا والله انا ضبطك بسفرات ما تعتبر رشوه، لكن انا لو انا ساعدك بسفرات لا دكتور ما يخالف خلينا نوضح هالشغله بخصوص الرشوه. هي كانت عمليه انا ما قاعد اتكلم انا ما شيء بعيني، انا اتكلم بان حكم طلع دكتور انت اساس نوضح بس شغله للمشاهدين، احنا مو الهدف اليوم ان نتهجم على الحكام اكيد. انا اقصد كالتالي، دور اللجنه مثل ما قلت تطوير البدني التطوير الفني مطالبه بدني. بحقوق الحكام تجهيز الحكام والدفاع عن الحكام اكيد. انا اقصد اذا طلع محمود او بجروة او اي سي من الناس في الاعلام يعني يتهم الحكام او لجنه الحكام بصفات شنيعه، لابد ان لجنه الحكام تدافع عنه. احنا ما قاعد ننتقد لجنه الحكام لان اداها سلبي، بس قاعد ننتقد ان لجنه الحكام ما قاعد تدافع على الاتهامات موجهه للحكام، فهذا قاعد يضعف الحكام نفس ما قلت. الحكم ينزل وما عنده ظهر، فاللي قاعد يتسبب بسوء اداره الحكام مو اللاعبين ولا الجماهير، انا اقصد لجنه الحكام في البدايه. هذا مو رايي، هذا راي اغلب الجماهير. انا قاعد كنت موجود في الساحه اكيد اكيد، راح ارجع لك وارجع حق محمود يعني في بعض النقاط مهمه، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين، عدنا بعد هذا الفاصل. يعني كابتن محمود، كونك حاكم أو مستبعد او مستقال او ما نويت انك تكمل مع اللجنه بسبب عديد من السلبيات اللي تشوفها، يعني هل ناشدتوا رئيس الاتحاد؟ هل طلبتوا لجنة التحقيق؟ هل يعني أيضا لازم تمارسون دوركم، يعني مو بس الإعلامي، يعني أيضا دوركم وفق المؤسسات. هل رحتوا لجنة الانضباط؟ قدمتوا شكوى على رئيس لجنة الحكام؟ بنعرف يعني. لا أنا بالنسبة لي أنا قابلت شيخ طلال نعم رئيس الاتحاد وقعدت وياه، قال لي شنو موضوعك محمود؟ قلت له الموضوع 1 2 3 4 نفس ما وضحت نعم. قبل شوي. فقال لي ارجع تمرن وارجع حكم ومالك شغل يعني بالدواس وكذي وهذا. قلت له شلون انظلمت أنا؟ تاخذ لي حقي؟ قال لي انا اخذ لك حقك، رد تمرن انت وهذا. نطرت اتصال من اللجنه يبادرون تعال ننسى الخلاف نفتح صفحه جديده، ما صار هالشيء. هل انت ترى ان رئيس الاتحاد تجاهل يعني تجاهل؟ لا بالعكس، بابه مفتوح حق الكل. زين بابه مفتوح قاعد وياك وقال لك اوكي وما شفنا شيء لحد الان، هل تجاهل يعني؟ كلم رئيس اللجنه، رئيس اللجنه مثلا طنش ما يبي ينزل نفسه، يقول احنا عمرنا ما دقينا على حكم، يبي خليه يتمرن. هذا اللي وصلني من مجموعة من الحكام. نعم. محمود أخو عزيز وغالي، يبي يتمرن خليه يدش تمرين. نعم. شنو تشوف الصمت اتجاه الحكام؟ يعني أنا مستغرب أن اللجنة عندهم متحدث رسمي اللي هو الحكم فؤاد الربيعان. فؤاد الربيعان عضو لجنة الحكام. نعم عضو لجنة الحكام متحدث رسمي، دعينا أكثر من مرة يرفض كل البرامج تدعي لي يعني مناظرتهم لتوضيح الأسباب يرفض. إحنا يعني بدأت تشكل قناعة مرق فيها أن لجنة الحكام يعني لا عادة تقوم في عملها ولا تجهز الحكام، كثرة الأخطاء وأيضا ما تدافع عن حكامها. صح. يعني ممكن صح في أخطاء حكام، بس ممكن في 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 مرات ظلم على الحكام يعني. نعم. الناس العمم ليش ما يدافعون عن عيالهم؟ ما يدافعون، هذا السؤال توجه لهم هم يعني. أنت برأيك ليش يعني؟ كلجنة ما أدري الأسباب، ما أقدر أرد يعني. في متحدث وفي رئيس لجنة وفي أعضاء لجنة. نعم. إذا ما صار فؤاد غير فؤاد، عارف أبو سعد سكين محمد باجية. نعم. على اي واحد يصرح جريده مداخله ببرنامج مثلا، وما عندهم القدره ان يواجهون. بعدين لازم ياخذون الاذن من رئيس اللجنه، اي حكم اي عضو لجنه ما يقدر يطلع او يصرح او مداخله الا اذن من رئيس لجنه الحكام. لا يعني احنا زين، هذه اللي قاعد نشوفها الان السريه، دائما يقول لك الحكم وقفه، الحكم مثلا اخطا في المباراه الفلانيه وتم ايقافه، بس كل العمليه سكرت،
كل العمليه ما حد يدري فيها، يقولك والله على اساس الحكم لا يتحسس. معنا نشوف الدوريات الاوروبيه عادي مرات يطلع الحكم يقول انا اخطأت، هذا امر طبيعي انه هو اخطا بالنهايه، ما قتل يعني. صحيح. اوكي يعني اوكي قتل طموح، قتل يعني هذه فرصه، بس هو يعني ما اصبح جزار يعني، حتى انه نعم. اذا اعترف بخطا مصيبه، ما قاعد نشوف هذا الامر يصير. هو يمكن خلى شك ما بين لجنه الحكام والانديه، ما هو هذا اللي قاعد يخلي الجماهير قاعد تثور. نعم. طبعا الجماهير والانديه طبعا نعم. انهم دائما يشكون من الحكام ودائما انه في اخطاء وفي اخطاء، ولكن ما في رد من لجنه الحكام على نعم. على الكلام اللي قاعد يقولونه نعم. الانديه يعني تعال اقعد وبرر وقول، حتى الحكم اذا اخطا وشاف يعني ان الجماهير اليوم صابه جام غضبها عليه، يا اخي اطلع صرح قول يبا انا اخطات في 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 شغله معينه. نعم، وهذا بسيط، شيء بسيط يعني. كابتن علي انا ودي اقول لك شغله، يعني انا من وجهه نظري انا ما عندي مشكله اذا مثلا في مثلا نادي القادسيه ونادي العربي، نادي العربي يقول انا ما ابي كابتن علي يحكم لي، يعني انا بالنسبه لي كلجنه حكام لا يبا انت مو كيفك تجبرني انا من احط لك الحكم. نعم، يعني هذا المفهوم الصحيح، لكن احنا في واقعنا مشكله، لان انت هو هذا حكم سيء، فسيء عليك انت وعلى غيرك، ومرات يستقصدك انت في الذات، فاذا في هذه الحاله لا يبقى انا يصير وقتها، بما انك انت انسان ما تفتهم، ما بقول انا ما تفتهم يعني هم لجنه حكام ما يفتهم، لكن انا بقول بما انك انت ما تفتهم ايضا حتى انا من حقي ما افتهم وتسوي اللي انا ابي تغير الحكم. اذا هو قاعد يصير مشكله من صوبين، وانا للحين ماني شايف عند صاير عند صراحه لجنه لجنه الحكام، عفوا كابتن منصور، يعني لجنه الحكام صراحه يعني ايه اللي قاعد تجيب الحكي حق نفسها؟ نعم. يعني في بعض الانديه تقول انا هذا الحكم بيني وبينه يعني صراحة ما بيتسند لمباراة حق، لأن مو متقبلين، أنا أحس إنه قاعد متقصد نادي. نعم. لا يروحون يعاندون ويحطونه. نعم. يعني ماني عارف يعني هل هي السالفة عند ولا يعني أنت قاعد طالب بإصلاح لجنة الحكام أو نعم. قاعد طالبهم بمزيد من العمل؟ أنا كويك صديق، هذا الأمر لازم، هذا الأمر مو لسان حال محمد، هذا لسان حال كل الجماهير. أكيد لجنة الحكام ما قاعد تطور الحكم نفس ما انت قلت، قاعد نخسر العديد من الاختبارات خاصه حكامنا، الحكم ما حد قاعد يدفع له مصاريف وفلوسه، والله يعين الحكام. وانا اتوقع يعني هذا مبرر ان الحكم قاعد يخطا وما يكون في المود، والسبب انه ما في اسناد مالي ولا تدريبي له من قبل اللجنه. الحكام رئيس اللجنه مو راد على حد، لا على اعلام ولا على انديه ولا على صحف، ومتحدث الرسمي ما يعنيه ولا شيء، والحكام اللي يبونهم يحطونهم والانديه باصمه حق لجنه الحكام، شلون تبي تصلح؟ اصلاح من فوق راس الهرم. منو شيخ طلال؟ طبعا اليوم احنا نطنشكم كلكم ولا لا لا, لا, لا في نقطه مهمه. اول شيء نقطتين لازم اتكلم عنهم قبل ادش بهالموضوع. سالفه الدكتور صقر يقول لك والله انا كنادي ما بي فلان، ما بي سين من الناس، ما بي الحكم الفلاني، اليوم انا ما اسيرني الانديه، انا اسير الانديه بس. ممتاز. بس ممتاز. من الذكاء مثل ما يقول الدكتور، انا كلجنه حكام اشوف والله محمود شويه الفريق هذا مو متقبله، اوخر اسبوعين ثلاث اربع ابعده، هل على الاقل نص موسم بعدين ارده، مو عناد، بس اني مو كل نادي يقول والله انا ما ابي فلان، انا ما ابي فلان، زين كلهم اربع حكام، اذا انت ما تبي الحكم وانت ما تبي الحكم منين يجيب لك حكام؟ نعم. هذه شغله. الشغله الثانيه خلينا نوضح هذه ظاهره الرشوه، لان وايد صار فيها لغط، صار فيها حكي يا جماعه، الرشوه اللي تكلموا عنها ما هي رشوه تغيير نتيجه، ما هي رشوة تلاعب بالنتائج ولا بالمباراة ولا شيء. جرك تفاصيلها. أنا أدري بتفاصيلها. ها؟ هي عملية إن مدير أو نائب رئيس نادي معين تحامل، تكلم، اعتدى، حاول يعتدى على الحكم، وبالتالي الحكم يبي يكتب تقريره بعد المباراة، بعد المباراة بيكتب تقريره، يا لسين من الناس كلمه قال يا معود لا يكتب فيني تقرير، ما بيسوي سمعتي وتاريخي وكذا وكذا. هذا الحدث، هذه الرشوه. نعم. لا يروحون الناس. لا شلون، لحظه شلون تغيير تغيير بس شنو، انا الحين انا غير لك تغيير يعني تغيير يجوز يعني، لا اسمعني لا خلينا نوضح، لا بس لحظه، اذا بس فقط تغيير تقرير هذه ما تعتبر رشوه، اما تغير التقرير بمقابل هذه تعتبر رشوه. في نقطه مهمه، في مقابل ولا لا خلينا نتكلم دكتور، في نقطه مهمه، اليوم احنا قاعد نشوف فرق في اوروبا، دوري الايطالي، دوري الالماني قبل فتره، لما تقول رشوه تلاعب في نتائج. نعم. رشوه تلاعب في مراهنات، في مراهنات، في بلاوي، في رشاوي، في بلاوي في الدوريات. نعم. وفي فرق، جوفنتوس مره طلعوه درجه ثالثه. نعم. ولغوا نتائجه. نعم.
عرفت شلون؟ هذا اللي قاعد اتكلم، اليوم الرشوه والحمد لله حكامنا ترى على ثقه وامانه. لا لا نحترمهم ما عارفين، بس مو مطلوب انت تدافع عنهم ولا احنا. لا لا ما كابتن منصور، بس خلينا نوضح الشغله، زادت الرشوه. لا 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 ابو جوهر، لا 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 ما خليك تغير التغيير، مو مسؤول باللجنه، هو مسؤول. لا 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 هو قال لان هي قالوا انه رشوه وهي مو رشوه، قالها كلمه. لا 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 قال المقصد، المقصد من الحادث. قلت انا بوضح قصه الرشوه مو رشوه للتلاعب بالنتائج ولا تغيير نتيجه عدم كتابة لا يعني انتم خلينا نوضح للعالم. نعم. باكر يقولون ترى كل النتائج اللي بالمباريات كلها قاعده تتغير بالرشاوي. نعم. لا هي كانت على هي رشوه، رشوه وواضحه رشوه، ولكن مو على تغيير نتيجه. نعم. على حادثه صارت، وما بغى رئيس النادي على اساس بترشح كرئيس نادي. نعم. يقول ما ابي هذا يصير في السي في مالي وكذا، خليه. انا خليك بس ليش النظر، ليش تكلمت في النقطه هذه؟ انا قاعد اقول اللي يقبل ياخذ رشوه. ما انا ما ليه انا ما بقول انا ما بقل. انا عارف عن بعد المباراه ما الحكم انا عارف يا ابو جوهر هو يا وقال ما قبل وهو اللي طلع يتكلم. احنا عارفين الامور هذه. انا لكن قاعد اقول لك انا اليوم كحكم اذا انا قبلت رشوه في تغيير تقرير معين عادي تراقب الرشوه غير مباراه والعب واعطيك لا وزيدك من شعور بيت اعطيك بلنتي وايرلس واللاعب يلك بس قط نفسه ولا بلنتي. لا بس اساس نوضح اساس لا يصير لغط. احنا قاعد نتكلم عن هذه العمليه بناء على كلام الاخ العزيز حمد بوجروه بس. لا لا ابدا ولا عندنا دليل. لا لا واكمل اكمل اكمل ولا عندنا شيء هو بناء على كلام كذلك حمد بوجروه ذكر بان يعني مسؤول لجنه اللياقه البدنيه في لجنه الحكام هو كان حاضر او في مكتب الرئيس كان ناوي انه يقدم يعني مساعده او رشوه الى الحكم عبد الله الجمالي، وعبد الله الجمالي رفض. انا ما يعنيني الرشوه لاي اساس صحيح، انا اللي يعنيني ان يا لجنه الحكام طلعوا دافعوا عن حكامكم. اذا انا قلت في حكم اخذ رشوه او ما قبل، ممكن في حكم ثاني يقبل وفي ثالث وفي يمكن كلهم ما يقبلون. انا اقصد تطلع دافعوا عن حكامكم، طلع المساله صح يعني شغال. انا اليوم ما بقول ان الرشوه صحيح لان في النهايه انا ماني نيابه العامه قاعد احط ولا احنا ما نطعن باي ولا شخص ولا بطعن في اي شخص ولا بطعن يعني بالحكام. لكن على الدكتور كلامه صح بس. نعم. احنا بغينا نعقب على هالشغله. الشغله الثانيه طبعا انت قلت لي وين الحل، وين العلاج؟ وين الحل؟ انا اقول لك العلاج اول شيء، رئيس الاتحاد عنده ثقه كبيره بلجنه الحكام ولا هو راد على المناشدات. مثال الاخ العزيز محمود بلوشي حكم راح عنده قال له ابو مشعل مشكلتي 1-2-3، قال له ارجع ويصير خير. ما دقوا عليه ولا صار شيء على الملف هذا كله. الشيخ طلال ناشدوه العديد من وسائل، واحنا كذلك ايضا الناشده يا رئيس الاتحاد ومجلس اداره الاتحاد وليس رئيس الاتحاد وحده حلوا المشاكل. اذا تدخل الشيخ طلال في سالفه محمود، نعم قالوا له ها الشيخ طلال قاعد يدخل في لجنه الحكام، زين وخلي القرعه ترى. لا يصير محمود اكثر من محمود عندي. انا مو معه في الحاله. انا المفروض على محمود كان يثبت وجوده ويرد يختبر ويثبت للعالم بان الاشاره اللي انسحبت منه كانت لصالحه ومستحقه له، وانا بامكاني احكم. انا كنت اقول يعني محمود ما قبل التحدي. انا كنت لا مو ما قبل. محمود بحاله نرفزه وحماس وحرقه قلب. اسمع من محمود بطل. اسمع محمود محمود صح محمود عدل ما عدل محمود. هذا المفروض ليش ما اثبت نفسك والخصم والحكم يعني هم الخصم والحكم يا ابو جوهر وتروح كذلك تعمل. لان انا خاصه بالسنه هذه بالذات يعني قبل حتى لا يجيني الترشيح، لو تلاحظ انت يعني او متابع انت كان في جائزه مسوينها شركه زين. نعم كان على طريق لافضل حكم خذيتها مرتين. نعم يعني شهرين يمكن ورا بعض او هذا. وغير هذا يعني فوق هذا نهايه الموسم كان اول مره الاتحاد الكويتي كره قدم يسوي حفل توزيع جوائز. نعم. على الهواء مباشرة كانت أفضل مدرب أفضل حكم أفضل لاعب أفضل. يعني عندك حكم نفس محمود بلوشي، أنا ما أمدح نفسي ما أخذ لك جائزة أفضل حكم بالشهر، أفضل حكم نهاية الموسم. يعني أنت قاعد جامني مثلا لما حطيت اسمي لما قلت محمود. نعم. شاد حيلي باختباراتي بالمحاضرات بكل شيء، أدائي بالمباريات تقارير المراقبين عني. يعني شلون بس سهولة تخسره؟ يعني بس هو الشيء تضحي فيه على طول. بس محمود انا تحبطت ابو علي. انت تتحمل جزء الاشاره ما تسيب وحكم الحكم حكم الاشاره ما تسيب. اكيد طبعا انت أكيد. حكم وكنت المفروض ترجع الميدان وتثبت للعالم انك قد الاشاره وترد تاخذها لان انت تستحقها. بس انت انسحبت عدل معدل. واذا كانوا يحاربونك اللجنه؟ لا ما في شيء يحاربوني. انا في شيء في جماهير في صحافه في رياضه في الناس تعرف انه والله محمود هو المستحق وهو اللي باين وهو اللي بارز وهو المفروض ياخذ. ناس تتكلم بس انت تحبط وانسحبت عدل ومعدل.
كنت المفروض تثبت وتعاند وتوقف وتثبت للعالم انك انت قدها. بس احنا هذا اللي ما نبي نوصل. احنا ندري مو بس انت محمود، ترى وايد غيرك بطين 14 حكم مو بس انا 14 حكم استبعده وكلهم يعني منهم الاستقالة والمستبعد. انا والله لو انا اسم مستبعد انا ترى يعني حتى المسمى لما قال اول شيء مستبعد انا ترى عبالي هم مخرينا. لا هو استقال، هو اللي طلع يعني هو استبعد، هو اللي ابعد نفسه. تقدر تقول حكم دولي سابق مبتعد هم اللي شايلين المستبعد. لا لان هو عايش الواقع مهما كان، لا مهما كان بيسوي مهما بيطور نفسه سابق. لا انا اتوقع، شوف انا اتوقع بهالاجواء هذه اللي موجوده في 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 لجنه ماكو شيء يشجع كلش. مثل ما قال ما في شيء يشجع، مهما تعمل ومهما تبدع ومهما هذا اذا انت مكروه خلاص يعني هذه معروفه حتى بالمستوى باي مكان يعني حتى بالعالم. اذا مديرك ما يحبك لو شنو تسوي لو صار صار انا ودي ليش ما يجربون سنه واحده بس، سنه واحده بس غيروا عبد اللطيف دواس دكتور عضو مجلس إدارة. عضو مجلس إدارة سجلت الحكام. احنا شوف هو نعم ونعم فيه بيوم ونعم فيه. بس بتأكد معلومة، هل الاتحاد الآسيوي الآن مقرر ان ما يصير رئيس الحكام الا عضو مجلس إدارة؟ لا مو صحيح الكلام هذا. يعني ممكن اي كان احنا سنة من السنوات كان اصلا مو على ايامكم. لا اتكلم وضع الحالي. لا 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 مو شرط، مو شرط ما كان الحين اللي بيصير 14 نادي بي ممكن يشيلون احد وش. بس احنا ما نبي يصير حلقتنا تتسخم يعني تصير بس على عبد اللطيف الدوار. لا 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 انا ليش اتكلم؟ انا مو دفاعا عن عبد اللطيف الدواس ولا نمسح الجوخله والله الدكتور الشيخ طلال والله المفروض يسوي كذا كذا. احنا ندري ان في خلل، ندري بان في الحل بيد الشيخ والشيخ لازم. ليش اليوم احنا نظام مؤسسي؟ نعم هذه مؤسسة رياضية كويتية. حلو. ما يصير القرار أو الآمر والناهي هو شخص. لا يعني الشيخ طلال مثلا رئيس اتحاد سافر ايه؟ توقف الحياة. لا. تزيد الأخطاء. لا يعني أنا هذا قصدي، ليش ما يصير في نظام مؤسسي؟ اللجنة فيها كم عضو؟ في خلل. كم عضو باللجنة؟ ستة ايه؟ غير الرئيس يعني عدد فردي سبعة. وين دورهم؟ وين اجتماعاتهم؟ قراراتهم مغيبة. في خلل. اليوم أنا الدكتور، أنا الحين كرئيس اتحاد حطيت ابو جوهر، حطيت علي محمود، الشباب حطيتهم على اساس ما يديرون دفه مركزيه. نعم انزين، لا مركزيه شغاله عدل. انت اليوم ما قدرت تأدي دورك، انا كمسؤول لازم اجيبك اقعد معك. وهذا اللي سواه الشيخ، جابهم مرتين وقعدوا مع بعض وتحاوروا وتناقشوا. ما في حل، في انشقاق باللجنه. نعم. خلينا نكون واضحين، مقسومين حتى اللجنه اليوم فيها انشقاق. الحل بيدش دكتور اتكب عن محمود بلوشي كونك انت حكم. يقولك احد مظاهر ان لجنة الحكام يعني ما قعد تثق بالحكم او ما قعد تكون هي ظهر الحكم. العملية هذه اللي صارت جديدة علينا قبل المباراة بساعتين، حط لك كرت تحت الغرفة او في غرفتك ان انت حكم مباراة، هذه ما ترى انه قاعد تقلل من ثقه الحكم؟ يعني قبل انا اذكر نهائي سمو الامير مثلا او سمو العهد قبلها باسبوع ندري منصور أبل هو الحكم وحط الثقه فيه، ومنصور يصرح راح ادير المباراه بكل قوه بكل حزم مثل الدوريات الاوروبيه، اي وراح اتشرف بصابعه سمو الامير او سمو ولي العهد، وراح يعني نقيم العدو حق المباراه هي نفسها، يعني ياخذ همومه يتدرب لمده اسبوع. هذه الثقه بالحكم ولا الثقه يجيب 6-7 أعطهم فندق 8 بعد يوم إيه متغدي وهم قاعد يتغدى ما يدري أول حكمة؟ هذا ما يخلي تحت ضغط أو بس يعني طبعا شيء طبيعي. شو تشوف أنت يعني برأيك؟ يعني شو اللي يمنع الحين لما تبلغ الحكم تقول والله طاغ مباراة نهائية لكأس سمو الأمير أو كأس سمو ولي العهد فلان وفلان، شو المشكلة يعني؟ أنت ما عندك ثقة بحكامك؟ بعدين الثمانية اللي تأخذهم قبله بيوم ولا قبله بيومين باكر والله الساعة 6 تتواجدون بالفندق الفلاني، الستة أو الثمانية يقعدون يسولفون بس ما يدري هل علي راح يدير مباراة؟ هل بوجوهر حكم رابع؟ هل منصور راح يكون مساعد أول؟ دكتور راح يكون مساعد ثاني مثلاً؟ ما يدرون بينهم وبين بعض. أتفاجأ ثاني يوم هذا ما يخلي الحكم مثلاً نقول مشتت مثلاً. أنت لازم تهيئة نفسياً. بوجوهر على فكرة لازم تهيئة بدنية. مجلس الإدارة هم اللي يحطون حكام النهائي. أي أعضاء؟ مو لجنة حكام. معلش. رئيس اللجنة مع أعضاء مجلس الإدارة هم اللي يقررون حكام. أوكي. يحطون ثقتهم شخص واحد. شنو مشكلة؟ واحد ناطر الإعدام. بس الظاهرة بوجوهر ترى ما طلعت إلا. من استلم عبد اللطيف الدواس ترى يعني هذه ظاهره جديده علينا. اي ما كانت موجوده بعد البكر الله يرحمه ولا بعد شعيب الله يرحمه. نعم.
ولا بعد قبل اسبوع نقابل ونتهيأ ويجون الصحافه يقابلون قابلت النهائيات كثيره صحيح انا اذكر كان للتصريح ومرات كانوا يعملون الصحافه يقابلون مع اهلك اذكر كانوا يعملون لك مؤتمر صحفي والجرايد منصور ابو يقود المباراه النهائيه بحضور صاحب سمو امير البلاد وشخصيات البلد لازم وكنت تصرح ويعني يعني هذا المفروض يعني الحكم يهيئ نفسه بدنيا جسديا فكريا ينزل مهيئ قبلها باسبوع اصلا مو بس كذي ابو جوهر لازم تقرا المباراه انت لما انت تكون حكم مهيئ قبل اسبوع تقرا المباراه تشوف الفريقين شلون بيمشون شلون تمشي المباراه شلون تمشي مع احداث المباراه نعم. ما انا بنفس اللحظه انا اللي بوصل له اليوم احنا في شغل يعني في خلل في خلل في خلل كبير باللجنه نعم. اليوم على رئيس الاتحاد وان الحين صار الحين مبارك لانه صار رئيس اكبر هرم وجسم رياضي نعم. اليوم لابد من التدخل اليوم احنا ما نقول والله كل شيء كل صغيره وكبيره لازم يدخل اذا راحت هذا خطا جسمه. يعني ما يجوز يعني بس اليوم اذا انا قاعد اشوف ما في وفاق ما في عمل قاعد يؤدى في خلل في كلام مثل ما قلنا ما بس في ثقه في ثقه بالدواس في ثقه انديه انتخبت مجلس اداره اذا انت عليك يا دواس هي مستمتعه بالوضع هذا وما تكلمه اذا انت عليك يا دواس الحين سؤال احنا مشكلتنا بس نجي الاعلام وننتقد الحكم الفلاني أندية الفعيل النصر الساحل مثلا أنا أعطيك أسماء إيه مثلا إيه القادسية أخذ أندية كلهم ينتقدوا الحكام في الإعلام بس وقت ما يجتمعون بالجمعية العمومية وقت ما أنه يجتمع معهم شيخ طلال باجتماع الدوري وهذا أمر زين اجتماع دوري للآراء ما نشوف أحد يتكلم أو ما نشوف أحد عنده مطالبة أو يطالب محاسبة الحكام بس كل واحد ينتقد تصريحين ويمشي مجال أنا في شغلة وين دور الأندية في شغلة الكابتن قالها أنا ما يعني ما أنا شوية بديت أضيع بالكلام نعم انت الحين في قاعد تشوف في مشكله لو يغيرون عبد اللطيف الدواس ويصير هو عضو بعدين يمسك واحد لا شو المشكله لا المشكله بس نهائيا المشكله بعد انا اقول مشكله مو عبد اللطيف هو رئيس اللجنه بعد اربع سنين هذه كلها في المشاكل كل ما لها قاعد تزيد الى وصلنا الى كل اسبوع يمكن طقه وهوشه نعم الحين متى يجي اليوم اللي يتغير فيه عبد اللطيف الدواس ما نبيه برا اللجنه ليش مو لجنته تتغير بعد اقل من شهر ليش دكتور ليش قاعد طالب بس تغيير رئيس اللجنة ليش ما تغير الكل مو هذه اللجنة أخفقت مو شخص رئيس واحد رئيس اللجنة هو من يدعي رئيس اللجنة إذا بوجوده قاعد تقول إن هو اللي يعطي تصريحات في الحديث رئيس اللجنة يمكن يقدر يطلع يصرح ويحاول يفك اللغط عن الشارع الرياضي كله هو عامل مشكلة بروحه يعني رئيس اللجنة يعني هو رئيس اللجنة يقدر يدعي بناء على النظام الإداري اللي يمشون فيه ممتاز الإداري بس أقول يا محمود أنت ترى إن إذا غيرنا رئيس اللجنة أو إذا الأندية يعني غير رئيس اللجنه الاتحاد راح تنحلموا والله شوف هو والسته اللي قبلوا من الخيط ومخيط يكون عنده هذول بعد لا مو بس رئيس اللجنه رئيس اللجنه واعضاء اللجنه يعني لجنه الحكام باكملها لازم تتغير نعم انا بالفتره مرتب فاصل وراح ارجع لك وعندي الكثير من المتصلين للامانه بس معنا قبل بعد في شغله مهمه بعد هذا الفاصل راح اجيك وناخذ اتصالات وتجاوب على اللي تحتاجه فاصل ومكملنا اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين عودا بعد هذا الفاصل وموضوعنا عن ازمه الحكام والحلقه حاميه بس ايضا اكرر نقدنا لرئيس لجنه الحكام واعضائه من باب العمل وليس من باب التجريح الشخصي ما ذكرنا احنا برنامجنا ان الحكام يرتشون بالكويت بعض الحكام اللي استبعدوا او ابتعدوا ذكروا بعض ظواهر سلبيه من قبلها الرشوه والى اخره ولكن المطلوب مو منا احنا ان نفند المطلوب من لجنه الحكام دفاع عن حكامها واحنا ودنا ندافع عن حكامنا احنا ما نقدر ناكد الا اذا شفنا شيء ملموس من هي اراء شخص اتهم او شخص اخر دافع لابد ان اللجنه هي اللي يعني تجي وتدافع عن ذمم حكامها وعن مستواهم واحنا اول ناس ترى ندعينا اللجنه اكثر من مره ولكن يعني قصروا او هذا حقهم ما يبي يخرجوا الاعلام دافعا عن حكامهم معك انا ابو جار اقول نفس النقطه ان احنا ما نتهم لا طبعا لكن بناء على الكلام والمعطيات اللي قاعد يعطونا احنا قاعد نرد عليهم نعم. فقط ما قاعد لدينا هناك عده اتصالات اول اتصال معي محمد المطيري تفضل يعطيك العافيه ابو جوهر حياك الله يا محمد امسي عليك ومسي على اللي عندك ابو جوهر حياك الله يا محمد والله انا احترامي للحكام الكويت والله نعم فيهم نعم بس انا عندي شغله واحده انا مشجعين نادي السالميه نعم يا اخي كم مباراه تصير نادي قادسيه او كويت
الحكم مع القادسية. زين؟ زين، مباراة السالمية والساحل الحكم ظلم نادي الساحل، ظلم نادي السالمية. نعم. هذه يعني ما أعرف الحكام له شنو حنا، والله حمود أبو حمود الفلشاوي والله ما يستاهل، أخ عزيز وغالي. نعم. وأنا حضرت له أكثر مباراة يعني، وأشكرك وأشكر على ربعك اللي عندك. ولا بلوشي ولا طول بعمرك، طول بعمرك. محمود بلوشي تقصد. مشكور يا محمد المطيري. ثاني المتصلين علي الشمري، تفضل. اخوي اول شيء امسي عليك وعلى ضيوفك ابو جهر. حياك الله. بخصوص الحكام، انا انتقد الحكام بصفتي عملي انا مدرب في نادي الجهره. نعم. بالمراحل السنيه. نعم حياك اخوي يا اخي العزيز. بخصوص الحكام، الحكم اللي مو قادر يصير حكم ما يحكم. نعم. انا اول شيء اقول حق اخوك علي الزيدي قاعد عندك قاعد يقول ظلمونا احنا نادي الكويت من الحكم. ما رايك لو تشوف بس مباريات على الفرق اللي احنا ما نقول احنا نقدر من مستوانا، ولا نقول لك على المراحل السنيه، اقسم بالله العظيم انه قاعد يلعبون في المباريات لعب بس ما نظلمهم كلهم. نعم. منو تقصد يعني شفت انه حكم يفيد بعض الانديه يعني؟ اقول لك يعني مو 100%، اقول لك 1000% مع الحكم مع الانديه الكبيره مثل ما قال اخوي اللي مساء المتصل. نعم. من نادي السالميه ما نقول الكل، ولكن نعم. نقول ثاني مره ان نجي احنا نكلم الحكم نقول له يا حكم حرام عليك، شيء انت قاضي. نعم. انت تتكلم يعني انت قاعد فريقين مجهود مدربين ومجهود لاعبين مساكين، حرام عليك تسويه. نعم. كل الشكر لك علي الشمري مدربنا الوطني في مراحل السنيه في نادي الجهراء. الاخ العزيز محمد صالح تفضل. يعطيكم العافيه. حياك الله يا محمد. حبيب قلبي، انا بكلم منصور عدل. نعم. اكلم منصور عدل، ايش حق يدافع عن الحكام؟ نعم. اخطاهم وايد، قسما بالله اخطاهم وايد. في مباراه الكويت والعربي كان في 4 سماعات في الملعب. عصام جمعه خالد رشيد ضرب ثلاث بلنتي، جت السماعه من برا كان يقول طوفها طوفها. قال الحكم يعني محمود. نعم. المساعدين اللي كانوا معاه قالوا في سماعة من برا، وانت تدور وين السماعة يعني. نعم. خلاص فين شو اسمه هذا حكم رئيس لجنة الحكام الأخ العزيز الأستاذ عبد اللطيف الدواس. خلاص يا جماعة الخير، 4 سنوات ملينا من الحكام. قرارات خريطة التلفزيون يواجه ما يطلع، كم مرة دقينا ما حد يطلع من الحكام، ما حد يدافع. نعم. قسما بالله قالوا طوفها طوفها لا تحسبها بلنتي. نعم. ويعطيكم العافيه. مشكور يا محمد حياك الله. المتصل خالد العازمي تفضل يا خالد. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. سلام. مساك الله بخير يا محمد. حياك الله. وسلم على ضيوفك الكرام. مساك الله بخير. بخير كرام. ابو جار، بالنسبه لموضوع الحكام صراحه احنا في بلد صراحه ياسف ان الحكم مظلوم في دوله الكويت. صحيح. يعني اول شيء يا اخي محمد مثل انت عارف مكافآت، ما في مكافآت، حتى لو في مكافآت ما تكفي يعني، ولا هي اصلا يعني مو مناسب للحكم ما تشجع. نعم. لو تشوف الدول الاخرى الخليجيه يعني ما شاء الله الدوري القطري او الدوري السعودي مكافآت يعني ضعف اضعاف الدوري الكويتي. نعم. وبالنسبه ايضا الحكام بالكويت ايضا مظلومين، بالنسبه اي واحد وش اسمه تطبق القوانين او شيء يستبعدون على طول، لازم في لجنه تحقيق، لازم في يعني يشوفون الحكم شنو مشكلته، شنو الاسباب اللي ادت على الاخطاء. الحكم بالاخير بشر يا اخ محمد. كل الشكر لك يا خالد على يعني اتصالك ومشاركتك، وراح نوجه طبعا سؤالك لعدم وجود حوافز يعني كي يظل الاخوه المختصين معنا. في سيدي نواف الشمري تفضل. يعطيك العافيه اخوي احمد. حياك الله. اخوك محمد معك تفضل. محمد عفوا ضيع. حياك الله. حنا مثل نادي الجهره البراعم. نعم. كان المركز الثاني فرق هو التضامن نقطه واحده. نعم. من ظلم الحكام صرنا الرابع. يعني معقوله من الحكام فقط توصل المركز الرابع يعني؟ انا اقول لك ليش؟ لان كان نادي الكويت مركز الرابع، فرق حنا وياه فرق يمكن حوالي 6 نقاط. نعم. 4 مباريات ورا بعض كاظمه، الغاسية العربي والاخير ويا الكويت. 4 مباريات كلهم ضد حكام للجهره تحت 12 سنه. نعم. يعني عينك عينك.
يعني انت تقصد ان الحكام في تحت 12 سنه اثروا على ترتيب الجهراء وفادوا اربع فرق خلينا نقول جماهيريه. ايه زين. اي افضل مباريات يعني هي. هو كان المركز الثاني هو التضامن نقطه واحده. نعم. الحين لما انتهى الدوري قبل الجوله الاخيره نقطه واحده الكويت صعد للنهائي وخذ طبعا الدوري، مبروك نادي الكويت. بس انا نقول يعني المثل حتى البراعم ما تلموا من عندك للحكام. نعم مشكور وهذا رايك. انا قاعد اشوف الكل يعني يشكو من الحكم الكويتي، كل الانديه تقول انا مظلومه. عبسي تفضل. يعطيك العافيه. حياك الله. على ضيوفك الكرام. الله يسلمك. ومتع على عتمت، اتول على ملومت، واتول يعقوب من تني. لا انت تتابع على العتام، انت الله يجيبون لنا عتام من برا تلو يمنع الكويت نجيب نبت الثوري السعودي عتام من برا. نعم. عتامنا تلهم صفر والله العظيم صفر، هاي يتابع على العتام والعتام صفر. نعم. ويعطيكم العافية. وانا اتيت بث الدور اللي يمي كلامه كله على عين والراس. يسلم لي راسك، يشيد فيك عبسي. مشكور عبسي يعني مشجع السلماوي، اهلا وسهلا فيك، وبالعكس سعداء بتواصلك. والحكام يفضل يعني من الخارج برايه. يعني عندنا عده اتصالات بس يعني لان ما بقى لي وقت، وعندي الجزء الثاني من الحلقه الخاص حول موضوع مباراه بايرن ميونخ ونادي الكويت. منصور ابو يعني على السريع راح اخذ كلكم اسئله سريعه وارجع لملاحظتك اللي تبيها. عدم وجود الحوافز، يعني يقول لك اللاعب ينزل بالاساس مكافاته بسيطه مقارنه في دول الخليج، يعني اقل هم اكثر منه بثلاث اضعاف. فانت هذا المبلغ الزهيد وما يصرف، يعني مو هذا اثر على نفسيه الحكم اثناء اداره المباراه؟ نروح لاخر شيء. الحكم سيء. اي نعم قاعد يوصل. ليش؟ لان الحكم ما قاعد يتدرب، ما قاعد يتهيأ، ما قاعد ياخذ محاضرات، وبالتالي قاعد ينزل الملعب. انا قبل اسبوعين رحت شفت مباراه الحكم، ما صار له اسبوعين حاله تسلل واضحه، قال ما تدربنا نزلنا الميدان بسرعه، فلازم ياخذ له وقت. قبل احنا نقعد 12 سنه 15 سنه عشان ناخذ الدوليه، اليوم خلال سنوات صح. قليله كلش، يمكن اقل من 5 سنوات 6 سنوات ياخذ الدوليه. ليش؟ ماكو حكام. الحكم المصري الحين تدري كم ياخذ؟ 80 دينار على المباراه الواحده الحكم المصري. والكويتي ياخذ 40 دينار وماخذاهم، صار له موسمين وتو نازل له شيء. انتوا دوله فقيره. وتو الاستاذ العبسي تو يقول ليش ما نجيب حكام من برا؟ الحكم الاجنبي اذا بتجيبه من برا يكلفك 5000 يورو ما بين بوكيت موني والتذكره والصرف فندق والسكن وفلوسه. انت يا معود عطى 50 دينار الحكم تعطي 5000 يورو، انت منين لك 5000؟ نعم. بعدين بخصوص انه والله انت تدافع عن الحكام، اي نعم اظل ادافع عن الحكام. انديه ضد الحكام، اتحاد ما في احد يطلع يدافع عن الحكام، حكام انديه والجماهير والفرق واللاعبين والاتحاد ما في احد يطلع عن الحكام يدافع، من نعم. يدافع عن الحكام غير احنا ندافع عنهم؟ نعم. احنا ندري يعني احنا غلطان، زودها غلطان. لا 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 في شو مدافع؟ استاذي تقصد على العنصر الحكم الكويتي، تقصد على العنصر الكويتي. احنا يعني لحد الان قاعد نتكلم عن اخطاء تقديريه. نعم. سواء مهما كانت، الحكم عندنا ما قاعد يترك شيء، الحكم عندنا قاعد يؤدي مباراه. نعم لياقيا اقل، اداء فكري اقل، التجهيز اقل، بس قاعد يخطب بالتقدير. تقدير قاعد يخطب. لا انا كابتن بقول شيء. انا اقول لك شيء. نفرض حادثه الضرب اللي صارت، حادثه الضرب الاولى صارت بين نادي النصر وبين العربي. نعم. العربي سعد الفضلي. ممتاز. انت الحين انا بقول لو اجراء هذا تم اتخاذه، قول لي هل الاجراء اللي حصل مع مبارك شعيب تكرر ولا لا؟ رقم واحد يحاسب الحكم، وامام اجهزه الاعلام يطلع الاعلام بان تم معاقبته وايقافه لمده موسم، خلينا نفرض هذا رقم واحد. رقم اثنين واللاعبين ليش ما يتعاقبون؟ اللاعبين ليش يتعاقبون؟ سعد الفضلي عاقبوه سريا، ولاعبين النصر ما صار عليهم شيء. انا قاعد اقول يتعاقبون اللاعب، انا الحين قاعد اتكلم عن حادثه الحكم يعني. نعم. عشان لا نتشتت وجوه. لو قالوا ان تم معاقبته وتم قدام الاعلام بان تم معاقبته مثل ما حصل بين مباراه برشلونه وبين بين نعم. اي سي ميلان، طلع الحكم وقالوا بان تم معاقبته. نعم. لو تم اجتماع مع الحكام وقالوا له في هذه الحاله يجب ان يكون تصرفكم كيت وكيت وكيت، مو ان تروح انت وتلخي لاعب بوكس،
دافع نفسه. الحين بقول لها شنو ترى قاعد طالع مباراة برا ما قاعد يدافع نفسه. هذا الحكم يرجع له ورا اللاعبين قاعد يوخرون خلاص دكتور يطلع الحكم ينسحب هناك برا في احد يدافع عنه. انا عارف انا الحين قاعد اقول انا لو تم الاجراء هذا وقعدوا قاعد رئيس لجنه الحكام مع الحكام قال لهم هذا التصرف المثالي اللي حصل مره ثانيه مو يجيك لاعب تروح ترفسه وتروح تبتكر. يا خالد دكتور دكتور انتم دائما تشوفون الفعل ما تشوفون شو اللي ادى للفعل. الحكم سؤال سؤال الحكم بس ترى في تحليل دكتور عقب كل جوله في الاخوان اللي هم المضاري سعد كميل حسين جابان يعطون حكام سلبيات ايجابيات بعد كل جوله. ليش ما يصير شفافيه في الموضوع؟ اخر سؤال لو تم كل اللي انا قلته هل راح التعدل عندنا على الاقل لو يتم تصحيح على الاقل مسار التحكيم ولا لا؟ اكيد زين هذا انا الحين مو رئيس لجنه الحكام قاعد احطها رئيس لجنه الحكام ليش ما يتدخل في هذه الامور؟ دكتور احنا اساسا لجنه الحكام بما فيها رئيس عشان لا احد يقول بعد فقط الرئيس حكام برا اللجنه كلها ليش ما تدخل في هذه الامور؟ لا نقارن حكام برا او ادارات برا باللي هني ردينا قاعد نقول والله عارفين ان المحفزات لكن في امور الدوري الانجليزي بينك وبين اللاعب نص متر نعم الجمهور قاعد بينه وبين اللاعب ها لاعب ملايين نص متر اليوم انت الجمهور قاعد 17 متر يبي ينزل يطق الحكم والله اتفق معاك اتفق معاك الثقافه غير والله العظيم اتفق بس مهمة. بس لكن في خطوات يعني أيضا نمشي في الملاعب في مثلا الحكم محصن امنيا فلذلك ما تشوف في رده فعل الحكم انا عارف في احد يدافع ايش وجهه على الجماهير وجهه ينزل درجه ثانيه في عقوبات بس خلك في عقوبات بس على الجماهير العربيه ما في عقوبات بس على الجماهير العربيه وقفوهم مبارتين بالرديف انا بس عندي توصيه نعم. ممكن قبل لا هذا نعم. اساس ادري ما نعم. لا بس حق محمود عندكم كلمات اخيره يعني محمود انا ابي يعني شغله واحده الحين الحكم الكويتي يعني منصور اول نقطته جميله يقول انا دافع الحكام لانه هو مؤمن العنصر الكويتي ممتاز اكيد هو مؤمن ان العنصر الكويتي ممتاز بس دامك ما توفر له يا لجنه الحكام اكيد راح يصير سلبي يعني انت تشوف رده فعل الحكم يعني مثل الاخ سعد الفضلي او غيره من الحكام اللي مثلا اذا اعتدوا عليه قاعد يعتدي يقول لك انا ما في امن يعني ما في امن قاعد يمين حقه ايش اسوي ياخذ حقه هو هم يقولوا له يا انك تاخذ حقك بالملعب نعم. يا ناس تندق احنا محامي يقولوا لك نعم اي والله اشكره والله كانوا يقولوا لنا هاي اخر الايام يقول لك خذ حقك ملعب يقول لك تاخذ حقك اذا مديدك مديده عليك اي لاعب شو تبادل نعم. ضرب يا تاخذ حقك لان انت قاعد تنهان اهلك والدتك والدك زوجتك عيالك صحيح. ربعك لا مو مقبول احنا ضد العنف ضد الحكام ما احنا احنا ما نختلف ان اللي سواه سعد غلط ان مدت ايده على لاعب هذا اختلف خلصي من هذه بس انت ما اتي حتى تقول له كلمه حلوه لما يؤدي الحكم مباراه يعطيك العافيه مثلا ومشيت عنه اذا ادى وصار مبدع بالمباراه دشوا له وسلموا عليه وقلت له كابتن خوش اداء اذا ما ادى مثلا ما توفق احتسب ركله جزاء نقول غير صحيحه طرد لاعب ما يدش على الغرفه حتى يقول يعطيك العافيه حق طاقم التحكيم صحيح سواء المراقب ولا غيره مشى ثاني يوم طلبوه باللجنه استدعاء خلي حق علي الزيد لانه هم تشيل انديه وفي شغله بعد في بعض الحكام نعم مستواهم اعلى من المراقبين نعم فشلون تتي مراقب اقل من حكم هذا انت تنتقده نعم. تعطي توصيات ملاحظات اخطاء في عندنا حكام مستواهم اعلى من المراقبين نعم ممتاز علي هم كلامه صح انتم ما شاء الله عليكم يا اللاعبين ولا كلاعبين سابقين اذا الحكم اخطا خطا قمتوا الدنيا وما فيها برامج الاعلام اذا سوى اداء زين والله ما شاء الله اليوم نجم مباراه الحكم الفلاني والسلام ختام صح قوله ممتاز ما يعطونا حق احتسب البلنتي صحيح احتسب الهدف صحيح عقوبته سليمه ما تعطونا حق يعني بالامر الايجابي هذا واقع لا لا بالعكس احنا الشغله الايجابيه اذا عدت المباراه بسلام وبامان بس يعطيك العافيه وخلاص لا 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 طبعا بعد يعني قاعد نشيد فيه بالعكس وبالعكس ترى احنا يعني انا واحد من الناس ترى انا بالعكس انا اشيد بحكامنا اللي يعني ودنا بحكامنا المحليين انه يتطورون هذا لكن اذا على هالوضع هذا بهاللجنه هذه اللي قاعد يجيها الطق من كل مكان صح ولا تحرك ساكن ولا على الاقل تروح تدافع عن حكامه او تطور مثل ما قال كابتن محمود يعني صراحه انا لو حكم واشوف لجنه كذي تديرني لا والله قاعد ببيتي احسن نعم. سؤال خليكم معه ليش ما سمعنا الحكام بيعملون اضراب او يعني بيحتاجون احتجاج رسمي خلينا نقول او احتجاج يعني مثلا حضاري على اللجنه ما شفنا الشيء هذا شفنا قالوا بنعمل وبعدين طخ لا عملوا كتاب المجموعه من الحكام كانوا بيقدمونه دايركت حق رئيس الاتحاد شيخ طلال نعم بهالفتره هذه كان عبد اللطيف الدواس خارج الكويت ظرف مع اهله بالبحرين على ما اظن نعم فبهالوقت هذا كان ماسك سعد سكين ابو صلاح فقال مو حلوه يعني دايركت تتخطون اللجنه وتقدمون الكتاب حق رئيس الاتحاد عن طريقنا احنا كلجنه واحنا نشوف طلباتكم واحنا نقدمه اثناء الفتره هذه هل انقمت الكتاب طولوا رجعت عبد اللطيف الدواس يوم شاف الكتاب وشاف المطالبات هذا رفض الشيء هذا
نعم في من ضمنها طبعا لبس، من ضمنها زياده مخصصات، من ضمنها شغلات ثانيه. عطني عطني الان ما بقى لي دقائق يعني وبختم، عطني العلاج. العلاج اساس يصير الحكي المطلوب وسط العمل العلمي. انت رجل محاضر اسيوي والحكام الكل يخطئ، انت يوم الايام يا من خطأت أكيد. انت مثلا تقدر أكيد. تخطئ الان في التحليل هذا امر أكيد. طبيعي اسرع أكيد. قاضي في الارض على قولتهم أكيد. يعني بعد الله سبحانه وتعالى أكيد. فالعلاج العلمي، العلاج راس الهرم الشيخ طلال يجلب اللجنه يقعد وياهم، عدلوا اوضاعكم، شكلوا فريق ثاني، عدلوا شغلكم، في تفكك في اللجنه، في تفكك في اعضاء اللجنه. نعم. انت يا رئيس اللجنه عبد اللطيف الدواس تستبعد ناس، تضيف ناس، تلغي ناس، تحط ناس، اما تقعد على هالطريقه بان كل العالم ترى يدرون في انشقاق باللجنه، كل العالم يدرون في شيء، اذا عالج الحل، الحل عندك، يا اما تستثني ناس، يا اما تقول انا بشتغل مع هالعالم لاخر الدوري، لاخر الانتخابات اللي هي بعد شهر. نعم. هذه شغله، شغله ثانيه داخل الحكام في انشقاق. نعم. اليوم احنا بحاجه ان نقعد ونجيب الحكام ونحطهم ونعالج وضعهم، حطهم على قلب واحد، تعال يا رئيس اللجنه اقعد وياهم، عالج مشاكلهم، عالج ظروفهم، شيخ تعال اقعد ويا اللجنه، اقعد مع الحكام يا اخي. نعم. هذيل عيالك، اقعد مع الحكام، شو ضرباتكم؟ على فكره ترانا لاني بصير عضو، اساس لا يقولون يمسح الجوخ ويبي يصير عضو، لا بيصير عضو لجنه حكام ولا بدش الاتحاد ولا شيخ بالاتحاد. اي محاضره اسوي، ايش تبي لجنه الحكام؟ لا محاضره اسوي ها وتقدم محاضرات وفيها بيزات، لا ايش لك بلجنه الحكام؟ والله ما ادري لا والله بس للامانه يظلون هذول ربعنا اللي باللجنه واخواننا، يظلون هذول الحكام ما حد قاعد يدافع عنهم، حكامنا اليوم مظلومين ما حد قاعد يدافع عنهم، لا تمون عليهم كلهم خيطون يوضحون ما يقدرون بجوار الضيوف. اعلام الكويتي بخدمه لجنه الحكام، انا اكرر وعيد تعالوا وضحوا تقنيا ما يصير. تي ليش؟ لانه يقول لك انا اذا اطلع ابرر حق هذا لازم ابرر حق هذا وبرر ثاني. كلنا ثلاث برامج رياضيه، كلنا ثلاث برامج رياضيه بالكويت، حسسني عندنا قنوات رياضيه 20 برنامج. كلمتك الاخيره خليكم، كلمتك الاخيره خليكم، اروح حق محمود. يلا تفضل محمود على الاخيره. انا برايي انا رئيس واعضاء لجنه يستبعدون كلهم، اربع سنوات ما سووا شيء ولا طوروا شيء. نعم. فترى انا لابد لابد من التغيير. كلمتك الاخيره. اشكركم على الاستضافه. واحنا نشكرك على وجودك حبيبي ابو جوهر، يطول بعمرك. كابتن علي، احنا اذا انتقدنا الحكام ساعات يعني احنا عارفين ان في شغلات سوء تقدير. نعم. من الحكم. نعم. وفي شغلات صراحه تكون متعمده. نعم. يعني انا اقرها ان في شغلات متعمده. نعم. في حكام ينزلون انا باخسر النادي الفلاني، معقول؟ موجوده، ممتاز، وحصلت امور كثيره، عرفت شلون؟ احنا نتمنى ان 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 من حكامنا عشان يبتعد عنهم الحكي هذا والهجوم الجماهيري، عرفت شلون؟ ان الحكم يطور نفسه بنفسه صراحه. نعم. اذا بيعتمد على لجنه التحكي الحكام هذه اللي عندنا صراحه. نعم. والنعم فيهم كاشخاص. نعم. والنعم فيهم كل ابوهم. نعم. لكن كعمل صراحه لازم تتغير مثل ما قال. وصل الختام عندك. الختام انا كان بودي اني اقول كلام، اول شيء اشكركم انتم طبعا، اول شيء كان عندي وايد شغل بقوله. نعم. ما عندنا وقت نسوي لك حلقه خاصه ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى يعني نعطي حق الحكام. تبي نبوقك من قناه ثالثه محاضره؟ لا لا بالعكس، انا اتشرف فيكم، وطبعا اليوم كابتن بعد ما قصر فينا. بس انا اتمنى ان هذيل حكامنا والله العظيم ترى مظلومين من الناحيه الماديه والنفسيه والبدنيه، قاعد ينزلون الملعب والله خايفين ويوش احبه. اليوم اذا الحكم انت كحكم، انت اليوم مدرس، اذا ينزل بيدرس الطالب وخايف من الطالب شلون. نعم. يوصل المعلومه. نعم. انا حكم اذا احس الجمهور واللاعبين والادارات اقوى مني شلون بتخذ قراري. نعم. طردي وكبتي فبالتالي انا اعتقد بان على رئيس لجنه حكام بالاضافه الى رئيس الاتحاد اناشد. نعم. الشيخ الدكتور طلال فهد، ارجوك هذيل عيالك، هذيل الحكام قاعد يضيعون شباب صغار ترى بالاول ما كانوا يونا كذي، ارجو انه يقعد وياهم. ما بيك تقعد، انا ارجو شغله صغيره، يلا بختم. لا تقعد مع اللجنه. نعم. اقعد مع الحكام، ممتاز، هذا طلبي. كونك ذكرت انت رئيس الاتحاد الكويتي لكره القدم، انا حاب يعني نقدم احنا كاسره برنامج الجماهير احر التعازي لاسره الراشد الكريمه واسره المرحوم يوسف العذبي وكذلك أسرة الشهيد يعني فهد الأحمد بوفاة طبعا فقيدتهم شيخة الراشد جدة أبناء الشهيد فهد الأحمد، واللهم يعني يرحمها بواسع رحمتك. كل الشكر منصور أبو الحكم الدولي السابق وكذلك المحاضر الآسيوي، أنا مصمم على المحاضر الآسيوي هذا، المحاضر الآسيوي يعني في مجال التحكيم، مشكور. دكتور صقر تباقي معي، علي زيد لاعبنا السابق نادي الكويت، كل الشكر لك، ونبيك تكون موجود مباراه بايرن ميونخ. ها ان شاء الله على ايامكم، ما يبونكم بايرن ميونخ. لا انا لعبت بايرن ميونخ الاولى اللي صارت في 82
كنت اجيب الكور. لا كنت تجيب الكور. عندي صوره. عبالي تقول عبالي تقول كنت قاعد العبها. لا وين قاعد. عندي صوره مع كيفن كيغن. تستاهل الخير. محمود بلوشي الحكم مستبعد كل الشكر لك على وجودك ونتمنى ان شاء الله تحل يعني مشاكل الحكام بشكل اوسع ان شاء الله ولم الشمل كل الامانه يعني بالنهايه هذول اخواننا وابناء بلدنا ما نستغني عن بعض سواء رئيس لجنه او اعضاء لجان. رد وجار ووضح مره ثانيه ان احنا ما اتهمنا احنا احنا في نهايه الامر الحكام اخواننا ننتقد عمل ولا ننتقد اشخاص ولا نحتاج يعني كثرات لهذا التبرير. انتهى الجزء الاول من الحلقه وهي ازمه التحكيم في دول الكويت. اتمنى ان وفقنا يعني في طرح بعض القضايا. الان الجزء الثاني يعني استقبال مجموعه من اللجنه المنظمه وكذلك من رابطه البافاري اللي تنظيم مباراه نادي الكويت وكذلك بايرن ميونخ المقامه تاريخ 13 يناير الساعه 6 مساء. فاصل قصير ونعود مع ضيوفنا الجدد. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين. عودنا بعد هذا الفاصل بعد ما انتهى الجزء الأول عن الحلقة وكان أزمة الحكام. نشكر ضيوفنا اللي كانوا معنا بالفقرة الأولى السيد منصور أبو الحكم دولي سابق ومحاضر آسيوي وكذلك محمود بلوشي حكم مستقيل من قبل لجنة الحكام وكذلك يعني الأخ العزيز علي زيد لاعب من نادي الكويت الأسبق يعني قدموا رأيتهم. في نهاية الأمر نحن ننتقد عمل ولا ننتقد يعني أفراد أو أشخاص ونحترم الجميع وكنا أبناء بلد واحد من لبعضنا كلنا التوفيق ولبلدنا. الآن الجزء الثاني من الحلقة مباراة بايرن ميونخ نادي الكويت. إحنا في الأسبوع الماضي قابلنا رئيس اللجنة العليا المنظمة مؤيد للشاب وكذلك نائب رئيس رابطة البافاري بالكويت الأستاذ محمد الدمخي. تناقشنا بشكل عام عن الحدث اللي راح يكون يوم 13 يناير الساعة 6 مساء وتكلمنا عن بعض التفاصيل وأسعار التذاكر والسبب من هذه الدعوة وتعامل يعني نادي البافاري مع نادي الكويت الكويتي وسبب أن تكون نادي الكويت لوحده. اليوم حبينا يعني استكمالا دعما منا لهذا المشروع الرياضي وحدث الرياضي وإيمانا منا كقناة الراي بدعم كل الجهود يعني من قبل أي شخصية رياضية حابة أن يعني تعمل عمل خلينا نقول احترافي ندعمهم بشكل كبير بشكل عالي حتى يعني نشحن الهمم كلنا ويطلع هذا الحدث بشكل أكبر. راح نستضيف معنا شخصين عزيزين علينا من المنظمين من المسؤولين عن هذا الحدث حتى يعطونا آخر الاستعدادات والتفاصيل للمسابقة اللي راح تكون إن شاء الله بعد 3 أيام. معي في بداية الأمر الأخ العزيز سامي النفيسي عضو اللجنة المنظمة لمباراة بايرن ميونخ ونادي الكويت. أهلا وسهلا فيك معنا في برنامج الجماهير وكذلك الأخ العزيز يعني أنت شلون عرفت يعني رئيس رابطة المانشيفت وكذلك يعني عضو في رابطة البافاري. حياك الله. المانشيفت ولا البافاري؟ والله الاثنين. الاثنين يعني؟ أي شيء تحت إطار ألمانيا. احنا نفس الشيء. كروياً بقوة. طبعاً يعني نشد على جهودكم أنتم كرابطة للأمانة يعني على يعني وجودكم ويعني وقوفكم مع نادي الكويت في هذه الأمور وكانت شهادة مؤيد الشاب كرئيس لجنة العليا كانت واضحة اتجاه البافاري. ودكتور صقر ملا يشاركنا المركب. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية نجد فيك ترحيب. تو نقاش حامي حنا بهادي. وين هادي يا معود؟ حاطي فريق طاقم 7-0. وين هادي؟ وين هادي؟ برشلونة 7 والله معود 4-3 عسى الله يسهل. يعني لدينا تقرير حول آخر يعني المؤتمر الصحفي اللي يقيم في تاريخ 7-1 في يعني المركز الإعلامي في نادي الكويت أو قاعة الاجتماعات عفوا في نادي الكويت اللي تسيده الأخ العزيز يعني مؤيد الشاب وكذلك مع الرشيد والأخ العزيز وليد خشتي من زين يعني يشرحوا في بعض التفاصيل من هذا التقرير ونرجع لكي نستفيد من أخواننا المنظمين بأكثر تفاصيل عن هذا الحدث راح يكون في تاريخ 13 يناير. قضاة الملاعب أصحاب القمصان السوداء أو الزرقاء حكام كرة القدم هم أساس لعبة كرة القدم وبيدهم منع المشاكل والأحداث التي نشاهدها في ملاعب كرة القدم وبيدهم أيضا التلاعب بنتائج المباريات. عفوا يعني هذا خلل فني. وضعنا تقرير الفقرة الأولى على ما يجلس التقرير الثاني للمؤتمر الصحفي اللي خاص في سيد مؤيد الشهاب. جميع القنوات الإعلامية المختصة عن دور أو استعدادات الكاملة لموضوع البايرن ميونخ وكذلك نادي الكويت. نبدأ مع سامي النفيسي كونك أنت
يعني احد المنظمين لهذه لهذا الحدث خلينا نقول رياضي. نجي من الاخر ونقول الاخوان مؤيد الاخوان ما قصروا يعني ايضا مؤتمر الصحفي ومن سابق في مقابلته اللي كانت عندنا الاسبوع الماضي يعني التفاصيل. لما نتكلم عن الجدول جدول الحدث اللي راح يكون فيه 13 يناير. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا استضافتنا اللي اعطونا فرصه اساس نتكلم عن هذا الحدث. ان شاء الله الفريق مبدئيا راح يكون واصل في يوم 13 الشهر نفس يوم المباراه، راح يحضر بحدود الساعه 12 الظهر وبرنامجه يعني في برنامج خاص معدله، من بعده ينتقل الفندق الاقامه بحدود الساعه 2:30 متوقع ان يكون في مؤتمر صحفي. المؤتمر الصحفي راح يكون في ارين روبن من جانب الفريق وماتيو سامر من الإدارة، وراح يكون في حضور صحفي وإعلامي يتناول المباراة والحدث الرياضي نفسه. نعم. ومن بعد إن شاء الله في استراحة خاصة باللاعبين في الفندق، يتوجهون مباشرة بعد ذلك إلى استاد نادي الكويت. نعم. بحدود الساعة 5 مساء راح يكونوا متواجدين هناك يبدون إجراء التسخينات الخاصة فيهم استعداد للمباراة اللي راح تكون الساعة 6، وبعدها إن شاء الله بعد انتهاء المباراة راح يكون في مؤتمر صحفي بحضور المدرب غوارديولا في المركز الإعلامي في نادي الكويت، ومن عقبها إن شاء الله يتوجهون للفندق أساس ختام لزيارتهم وعشاهم ترتيبات خاصة، ومن ثاني يوم إن شاء الله يغادرون. عندهم تمرين الصبح؟ ما أتوقع أن كان عندهم تمرين الصبح هم اللاعبين، لاعبين بايرن ميونخ طلبوا في البداية نفس يوم الحضور؟ لا لا مو نفس يوم الحضور، ثاني يوم. ثاني يوم في تمرين الصبح طالبين؟ اي نعم اي نعم اي نعم اي نعم. وفرتوا لهم هذه الامور كلها؟ كل ما يخص المتطلبات واللي خاصه بالفريق تم تحضيرها وترتيبها. نعم. مع اللجنه المنظمه. تكلمني عن اماكن التذاكر ومدى الاقبال عليها يعني. والله الاقبال ممتاز يعني خصوصا في اخر يومين، ولاحظنا في اقبال شديد من العوائل الكويتيه. نعم. اللي درجة ان فتحنا سكشن خاص ثاني بالاضافه للمكان الاساسي كان مخصص لهم. حاليا التذاكر موجوده تباع في نادي الكويت الرياضي نفسه. نعم. وزين مشكوره كراعي للحدث ايضا متواجد في افرعها في الحمراء وفي الافنيوز ايضا في منافذ للبيع عن طريق افرعهم اللي موجوده هناك. ودنا نشكر الاخ بعد عبد العزيز السمحان رئيس اتحاد الجمعيات التعاونيه الكويتيه. نعم. مشكور نسق اليوم معنا جهود ممتازه، وفي راح تكون موجوده ان شاء الله التذاكر ابتداء من الغد في مجموعه جمعيات منها كيفان وبيان والخالديه والسلام وقرطبه والروضه ومشرف وحطين والسره، ايضا راح تكون ايضا هناك موجوده التذاكر للبيع، فهذه منافذ البيع حاليا اللي من موجوده من بكره. هذه الجمعيات التعاونيه من بكره. نعم. اما نادي الكويت وزين بفرعينها اللي بالحمراء وفي الافنيوز. نعم. باشروا العمل في هذا. نعم. ايضا نوضح يعني للجماهير ان الكل انا قاعد يتساءل على مواقع التواصل الاجتماعي اين تباع تذاكر مباراه بايرن ميونخ نادي الكويت المقامه 13 يناير الساعه 6 مساء. الكل يتساءل، التذاكر تباع في فرعي شركه زين للاتصالات في الافنيوز وكذلك مجمع الحمراء، وايضا نادي الكويت يوميا من الساعة 1 ظهرا تباع التذاكر من الصبح من 10 صباحا الى الساعة 11 مساء. صحيح. في نادي الكويت تباع التذاكر لكم حتى نكسب وقت يا جماهيرنا الاعزاء، لا نجي يوم المباراة ونعمل ضغط وربكة للامن وتزاحم في الدخول، يحق لك من الان انك تشتري تذكرتك و13 يناير اشوفكم في الملعب. دور رابطتكم كرابطة البافاري يعني أنا استمتع بوجود محمد الدمخي ومستمتع بوجودك كذلك يعني. أشكرك. يعني أنتم معروفين بحبكم لألمانيا وكذلك بايرن ميونخ. صحيح. شنو الدور المكمل يعني سمعناكم نظمته وعملته وتعاون بينكم بين اللجنة في العديد من الأمور، شنو دوركم المقبل أو شنو الدور المكمل أثناء يوم المباراة، شنو راح تعملون كرابطة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك على الاستضافة وعلى التقديم الأكثر من رائع على الإطراء في البداية. أحب قبل كل شيء أقول لك أن أنت واحد منا وفينا يعني سواء في رابطة المانشافت أو في رابطة البايرن ميونخ. بالنسبة شنو دوركم يوم المباراة؟ لما تفضل الأخ محمد دمخي يتكلم بصورة عامة عن الموضوع بصورته المبدئية في الأسبوع الماضي. ايضا كل الشكر للجنه العليا المنظمه برئاسه الاستاذ مؤيد الشهاب. نعم. اللي اتاحوا لنا الفرصه الحقيقه انه يكون لنا دور فعال في استضافه النادي البافاري في الكويت ولقائه مع نادي الكويت ان شاء الله في تاريخ 13 يناير. نعم. في بعض التحضيرات بخصوص حضور الفريق، استقبال الفريق في المطار في قاعة التشريفات. نعم. طبعا هناك انت تدري يعني لا يمكن انه يكون في عدد كبير مشارك، ولكن راح يكون في اعضاء ان شاء الله من رابطه
البافاري موجودين هناك لاستقبال الفريق بالإضافة إلى أعضاء السادة أعضاء اللجنة العليا نعم. المنظمة للمباراة. إضافة إلى ذلك أيضا عطونا فرصة تجهيز غرفة اللاعبين نفسها في استاد نادي الكويت نعم. واللي الشباب قاموا على ذلك الحقيقة بجهود يعني مشكورة. جهزوها من 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 أي ناحية يعني؟ والله إن شاء الله راح تشوفونها يوم المباراة نعم باذن الله وتاخذون هناك يعني هل مقتنياتكم مالت البافاري مو بس مقتنياتنا لا في بنرات معينه في شعارات النادي البافاري لان انت شايف الغرفه يعني نعم. ما فيها اي شيء يخص النادي البافاري طبعا نعم. فقمنا قاموا الشباب يعني بجهود مشكوره بتركيب بنرات تركيب اشياء معينه تجهيز المكان للاعبين لا يختلف كثيرا عن الجو اللي هم يعيشونه في الاليانز ارينا في استاد النادي نعم. في غرفه تبديل الملابس للاعبين ايضا ان شاء الله راح نكون متواجدين بقوه في الفندق فور وصول الفريق هو العدد الاكبر من 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 الاخوه اعضاء رابطه بايرن ميونخ في الكويت راح يكون متواجد في انتظار الفريق طبعا قبلها بوقت ان شاء الله نعم. في فندق اقامه الفريق نعم. بحيث انه مجرد ما يوصل الفريق ان شاء الله من المطار يكون فيه هناك طبعا احتفاليه معينه هزيج معينه خاصه مجهزين هزيجنا واحتفاليه ترضون بالالماني عاد انتم ها والله ها مو هناك يعني احتاج دورات تدريبيه يطلعوا لك دكتور انا راح اجيك ابيك تعلق يعني على تعقيبا على المؤتمر الصحفي اللي خاص لجميع الامانه القنوات ولكن هذه تغطيه قناه الراي من قبل السيد مؤيد الشعب شوف المؤتمر الصحفي مع اقتراب الثالث عشر من الشهر الجاري موعد اللقاء التاريخي الذي يجمع الفريق البافاري بايرن ميونخ الألماني صاحب التاريخ العريق وبطل كأس الاتحاد الآسيوي فريق الكويت تزداد الاستعدادات للجنة المنظمة لإظهار اللقاء بالصورة المشرفة احنا صرنا متخلفين صراحة مقارنة في دول الخليج فالغرض منها ان نبي نحيي الرياضة الكويتية وكرة القدم بشكل خاص يعني نبي نشوف الجماهير تستمتع بالنجوم بدل لا تسافر وتدفع لها الالاف عشان تحضر مباريات احنا بامكاننا ان نقدر نجيب فرق عالميه تكون متواجده بالكويت ويلعبون سواء مباريات ولا دورات وديه فهذه الخطه والفكره ان قامت مستقبلا انا اكلمك قامت مباريات دوره وتكون دوره عالميه في الكويت مصغره طبعا من اربع فرق الى ست فرق فهذه بداية يعني الفكرة أمانة يعني قعدنا خلاص لموته ملينا أحمد قطاع الخاص وديت يدعم في شباب مستعدين يستثمرون الأمور هذه كلها بس نتمنى يعني مثل ما تفضلت نبي منشآت نبي ملاعب صالحة يعني ملاعب للتدريب ملاعب مخصصة للتدريبات ملاعب استاد مخصص للمباريات الدولية يعني استاد جابر لا عزاء خلنا نتكلم رأى اللقاء التاريخي رئيس مجلس الأمة والرئيس الفخري لنادي الكويت مرزوق الغانم حريص على رعاية المباراة التاريخية دعم منه للشباب الرياضي بعد الإحباط الذي أصاب الجماهير الرياضية جراء الإخفاقات المتكررة الأخيرة وحددت تذاكر المباراة في متناول الجميع بدءا من 10 دنانير وحتى 60 دينار ما هو ربح مادي يعني أنت لو تحسب سعة الأستاد 12,000 تذكرة وتحسبها على الأسعار اللي عطيتك إياها ما راح يغطي ثلث تكلفة استضافة الفريق الضيف فمو الهدف الربح المادي كثر ما أنه يعني تحاول تعوض المبالغ اللي اندفعتها في المباراة هذه القطاع الخاص وحرص منه على دعم الشباب الرياضية يساهم بشكل كبير في المساهمة بمثل هذه اللقاءات شوف هذه الأحداث العالمية لن تتردد أبدا عن دعم الرياضة الكويتية والشباب الكويتي خاصة في هذه المحافل اللي نسميها محافل دولية اليوم نشوف الشباب الكويتي متعطش للرياضة ودائما حاب كرة القدم فأي حدث احنا نشوفه مناسب أن يكون متواجد ونشوف استقطاب لاعبين دوليين أو فرق دولية دائما زين لن تتردد عن دعم هذه الرياضة بايرن ميونخ بطل الخماسية سيكون بكامل نجومه في الكويت في مباراة تاريخية ستتذكره الأجيال لسنوات عديدة أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين يعني عودة بعد هذا الفاصل الدكتور شفت المؤتمر الصحفي يعني مؤيد شاب يقول الجماهير الكويتية يعني بعد مثل الإخفاقات أو بعض المشاكل الرياضة المحلية حابة تستضيف هذه الفرق يعني بشكل كبير ونتمنى بالمستقبل أنها ما تكون بس استضافة فريق أنها تكون مثل بطولة مصغرة بالكويت مثل ما صاير يعني في بعض الدول الخليجية طبعا أقول مساكم الله بالخير مرة ثانية مساء على كل المشاهدين
بجورته اليوم قاعد تكلم على ثقافة كرة القدم وثقافة الجمهور وتعطش الجمهور للمباريات واللعب الجميل والفنيات وغيره وغيره وغيره. أنت تتكلم مثلا، أنا بقول لك على سبيل المثال، لو أنت تبي تحسبها أن هل ممكن أنت إذا في المستقبل تم يعني هذه الأمور مشت إلى المستقبل يا جدام وتكرر هذا الحدث أكثر من مرة، هل ممكن أنت تطلع فلوس المباراة وبنفس الوقت تساعد أن جلب الجمهور إلى المقاعد الأساسية اللي هم المفترض يكونوا فيها؟ إيه نعم ممكن. يعني على سبيل المثال بقول لك خليب نادي، خلنا نفرض نقول سين بيبه بنص مليون، وأنا قاعد أطالع الجمهور على مدى السنوات هذه كلها خلاص بس تعود ان انا بشوف بايرن ميونخ، انا بشوف برشلونه، انا بشوف اي سي ميلان. انت راح تغطي النص مليون، هذا رقم واحد الهدف الاول. الهدف الثاني انت راح ترد الجمهور على الاقل على المقاعد اللي انت مشتاق لها من سنين. نعم. فهذه الشغله. الشغله الثانيه يعني لا ننسى يعني الامانه خبر اليوم سمعت اللي هو عن السيد فواز الحساوي. نعم. مثل ما سمعنا انه شرى بمبلغ 15000 دينار تذاكر للجمهور. نعم. فالامانه يعني ابو عزيز يشكر على هاي البادره، ما هي غريبه على ابو عزيز هذه الامور. الشغله الثالثه معود بصور مع جوارديولا صدق والله مو غشمره شو طلع لي قطر، روح لقطر طلع لي حل. موجود هاك قدام الناس قد قام موجود حاضر. فالامانه ابو جوار يعني لا هي خطوه جدا جميلة ورائعة من جميع المنظمين، يعطيكم ألف عافية والشكر. نعم. يشكر طبعا سعادة رئيس مجلس الأمة والسيد مرزوق الغانم على رعايته لهذا الحدث. نعم. فيعطيكم ألف عافية، والأمانة أتمنى أن هذا الحدث يسعد الجماهير. نعم. سامي تكلمني عن التنظيم داخل الملعب، يعني تنقسم الأسعار، يعني الأسعار وأماكنهم، يعني إذا عندك خلفية موسعة، وأيضا كذلك شنو اللي عملتوه للإصلاحات الأرضية أو مثلا لبعض الترميمات. يعني تعرف منشآتنا للأسف بالكويت جدا متراجعة. يعني أنا توا كنت في قطر وحضرت أكثر من تمرين للبايرن ميونخ يعني في سباير، تنظيم رائع، يعني منشآت جميلة، منشآت حيوية. فيين عندنا مباراة أكيد في نوعية جمالية مثلا الاستاد، مثل ما عملوا الأخوة اللي استضافوا ريال مدريد في السابق، أو مثل ما استضافنا منتخب البرازيل. والله نادي الكويت تحديدا تمرس على مر الأعوام السابقة في تنظيم أحداث مثل هذه. نعم. والشباب الكويتي شباب يعني تمكن أيضا من هذا التنظيم على مر الأحداث الأخيرة، يعني استضافة. نعم. بعض الفرق العالمية، فصار عندهم الموضوع أيضا صارت في نوع من الإتقان في العمل. البراندينج في كامل الملعب راح يكون موجود نفس ما تفضل أخوي حسين، ابتداء من غرف اللاعبين إلى خارج الملعب. نعم. من اللوحات الإرشادية، من التوجيهات، من تنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية، الأماكن المخصصة للعائلات بقنواتها، وكذلك أيضا الأماكن الأخرى الخاصة بالشباب. تم تقسيم الملعب إلى فئات، واضح معي أنا هني، ما أدري إذا نقدر نشوفه هني عندنا. تعطيني إياها؟ إي والله تعطيني إياها وتشرح تتفضل. إي طبعا إحنا معانا هني الـ VIP، هذا سكشن الـ VIP كما واضح هو المنصة الرئيسية. نعم. وهذه تذاكرها على 60 دينار، وأنت لو بتقيس يعني كون هذا الـ VIP وهذه المنصة الرئيسية قيمة أسعار التذاكر هذه مقارنة بلعبات مشابهة. نعم. عرف شلون، وقد تكون. نعم. لفرق أقل يعني مستوى بايرن ميونخ، تعتبر تذاكر جدا موضوع بعناية أسعارها بحيث تناسب الجميع خصوصا العوائل. نعم. هذه 60 دينار قلت. هذه الفي آي بي، وبعدها 30 دينار يمين ويسار المقصورة، و25 دينار أيضا الطرف الأخير من يمين ويسار المقصورة. 30 دينار. نعم. موجود كله موجود. نعم. شوف لا عشان يشوفون. إيه نعم عشان يشوفون موجود. أنا هذه الفي آي بي. هذه الفي آي بي. بعدين إحنا عندنا هنا أيضا تشرح اللي بعدها. علي شوف على الكاميرا هذه. نعم على يسار المقصوره هني عندنا. ممكن تعطون ممكن تعطونا زوم بس. هذا 30 دينار المخصص للعوائل، هذا راح يكون على يسار المقصوره. نعم. اضف الى ذلك ايضا هذه فئه اخرى واللي هي 25 دينار ايضا على يسار المقصوره، اللي هي تقصد هني الاطراف. نعم هذا الطرف هذا. نعم. وكما شفنا بالسابق تو احنا عندنا طرف بي بي و اي. بي و اي هذا بي و اي هذا للعوائل حاليا مخصص. نعم. وهذا موجود على يسار المقصوره. نعم. بعدين دي راح يكون ايضا الجانب الاخر للشباب. الشباب. نعم. نعم 25 دينار و30 دينار عفوا هذا اخوي بيوار. نعم. 30 دينار. نعم. وايضا هذا ال25 دينار نفس تقسيمه العوائل، ولكن ايضا للشباب راح يكون على يمين المقصوره. نعم. وبعدين عندك ايضا المقابل، المدرج المقابل الهلالي. الهلالي. نعم. تذاكر على 20 دينار. نعم كلها خلف المرمى. لا ولا لا اللي خلف المرمى على اللي بالمنتصف الهلالي خلينا نقول على حد الملعب. نعم 20 دينار.
اليمين اليسار الهلالي خلف الأقوال على 10 دنانير. نعم. فبالتالي الأسعار وضعت بطريقة بحيث فعلاً الهدف من الأساس أن تشجيع عودة الجمهور الكويتي إلى الملاعب. نعم. ونعطي حافز لجهات تنظيمية أخرى مستقبلاً أيضاً تقوم بمثل هذه المسائل، يعني استضافة الفرق العالمية بحيث أن الكويت دائماً يكون فيها أحداث مثل هذه، لأن هذا يساهم في رفعة البلد، يساهم نعم. في وضعها أيضاً. أنت مع بايرن ميونخ جاي مع تقريباً وفد إعلامي بحدود 70 إعلامي. نعم. فأنت هذا شيء ممتاز، أنت اليوم الكويت أيضاً أنت تساهم في نشر ثقافة، يعني الثقافة الكروية، وأن الكويت أيضاً تستضيف كما تستضيف الدول نعم. الأخرى. أما بخصوص المنشآت وغيرها، يعني هذا اللي موجود. نعم. والجماعة يعني ما قصروا، نادي بايرن ميونخ وأي نادي عالمي له ستاندرد معين. نعم. المنظمين أيضا عندهم الستاندرد العالمي، وقاموا بتوفير كل السبل لإنجاح نعم. العمل. إذن الأسعار على السريع 60 دينار الـ VIP، 30 دينار نعم. 25 نعم. 20 10 10 فعلا، يعني من 10 إلى 60 أتوقع وايد منخفض الأسعار بالنسبة لبعض التنظيمات السابقة. سليم فكنوع سليم. من دعوة الجمهور والتسهيل على الجمهور، خاصة العوائل الأب إذا عنده أكثر من طفل. فعلا في إقبال ممتاز من العوائل، تفاجأنا فيه، ونتمنى إن شاء الله خلال هاليومين أيضا أن نستمر في هذا الطريق. ممتاز. وكذلك إحنا يعني أيضا نشكر السيد فواز الحساوي رئيس نادي نوتنغهام فورست، رئيس نادي القادسية الأسبق، على شراء تذاكر ب 15,000 دينار كويتي دعما لحضور الجماهير لهذه يعني الحدث التاريخي الرياضي الجميل. راح ارجع لحسين العندليب كونه من رابطة البافاري، وشنو الرسالة اللي يحب يوجهها الى الجمهور يعني يطلع بالشكل اللائق والمناسب بوجود هؤلاء النجوم اللي يقدرون بالملايين. فاصل ومن ثم نعود. حسين العندليب، يعني انت كونك عضو في رابطة البافاري ورئيس رابطة المانشيفت، وعرفنا ان لكم دور كبير يعني في تهيئة الاجواء داخل الملعب. سمعنا ان اخذتوا 300 تذكرة صحيح لكم خاصة يعني للمباراة، وشنو اللي حابين تعملونه واللي يعني خلينا نقول يعني تحثون الجماهير على عمله يوم المباراة؟ يعني اولا اخوي بيوهر قبل شوي اكرر شكري طبعا مثل ما للإخوان في اللجنة العليا المنظمة اللي سهلونا عملية الحصول على 300 تذكرة تصير في المدرج الهلالي في السكشن المقابل لدكة بدلاء البايرن ميونخ. نعم. راح يكون عندنا 300 تذكرة خاصة خاصة في رابطة جماهير البايرن ميونخ في الكويت. أيضا راح يصير التنسيق إن شاء الله بشكل أكبر، راح نسوي اجتماع ونتواصل مع جميع أعضاء الرابطة إن شاء الله. راح يكون الاجتماع يوم الأحد يعني قبل المباراة بيوم، راح يكون في اجتماع ان شاء الله الساعه 6 مساء، راح تحدد وقتها من خلال ارسال رسائل او اتصالات. نعم. راح نقعد وياهم نقول لهم ان طبعا الشباب مجهزين هازيج معينه، هازيج النادي البافاري سواء للحوار. تشجع البافاري ولا نادي الكويت؟ والله انا والله عن نفسي بشجع نادي الكويت. انا اشجع البافاري. تشجع البافاري؟ انا اشجع البافاري. هذا عالم الاحترافيه يعني ولا ايش؟ طبعا احنا المخرج خذهم، شوف ترى اللي على يميني سامي درينك سوت نادي الكويت، واللي على يساري يحصل عندليب البافاري. شوف انت الكره اللي بالنص يعني جاهزين، وانا الكره اللي بالنص. والكبوس مشترك. الكبوس مشترك. الكبوس مشترك بالفريقين. عامل مشترك. طبعا يعني هذه الاشياء تسعدنا الصراحه، يعني وجود نفس الفرق هذه الكبيره عندنا وشكل كبير. وانا ايضا يعني حاب اني يعني بناء على توصيات اللجنه يعني المنظمه، مثل ما ان السيد فواز الحساوي رئيس نادي نوتنغهام فورست شرى بقيمه 15,000 دينار تذاكر، نود نوضح تذاكر السيد فواز الحساوي اللي تبرع فيها للجماهير بقيمة 15,000 دينار هي موجودة في نادي الكويت. يعني تقدر تروح نادي الكويت مباشرة تقول لهم أنا بتذكرة فري من تذاكر السيد فواز الحساوي، راح يسلمون لك التذاكر فري بدون ما تدفع أي دينار. روح الحين وسارع من بكرة الصبح حتى لا تعمل زحمة. بالإضافة هناك شخصية عرباوية تبرعت بنفس مبلغ السيد فواز الحساوي 15,000 دينار ولكن ترفض الإدلاء باسمها. يعني والله احنا نعرف الاسم بس ما نقدر، لان طلب او رجاء خاص من السيد العرباوي الشهم، ها لان عرباوي الشهم الامانه يعني حب انه ياخذ حذو اخوه فواز الحساوي وكملوا بعضهم البعض، اثنيناتهم اشتروا تذاكر بقيمه 30,000 دينار صحيح. بالمناصفه كل الشكر لهذه الشخصيه العرباويه والسيد فواز الحساوي على يعني توفير هذه المبالغ على بعض الجماهير، خصوصا العوائل اللي عندها يعني كم كبير من الاطفال. الله صحيح. الله يحفظهم. إذا عندك يعني
سامي توصية للجماهير أو توصية للجهات؟ نبي دور الجهات معاكم كداخلية، كوزارة صحة مثلا، كوزارة الأشغال، شنو التعاون اللي كان بينكم وبينهم؟ متفانين كالعادة في تنظيم مثل هذه الأحداث، كامل التسهيلات وفروها لنا، ولهذه اللحظة العمل جاري على قدم وساق. أما بالنسبة حق الجماهير، يعني هذا حدث من النادر حدوثه في الكويت. اليوم بايرن ميونخ بطل عالم الأندية، بطل تشامبيونز ليج، قاعد يقدم كرة جميلة، فرصة ممتازة تروح أنت والأسرة، جو جميل، المكان جميل، تحضر تستمتع. إذا قلت بطل تشامبيونز ليج ليمك يطبخ أطبخ يطبخ برشلوني ها يعوضه يا والله إن شاء الله. صعبة 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 الحين معك غوارديولا، صعبة إن شاء الله. زين فريق الملاي في تطور زين، والآن فارق سبع نقاط. لا بس دفاع السنة ضعيف، هي ناقص مباراة، دفاع السنة ضعيف. نعم يعني بس غوارديولا شوي شوي من بداية الموسم يعني مع كل خطوة يخطيها يدارك يصير خير يعني. استبغنا كل البرامج الأمانة، وعندنا اتصال من شخص قدم بمبلغ 15,000 دينار تذاكر لمباراة الكويت وبايرن ميونخ مقامة 13 يناير. أنتوا يا جماهير اللي تبون تذاكر فواز الحساوي اللي تبرع فيها تتجهون إلى نادي الكويت من بكرة صباحا وتأخذون التذاكر فري. معاي فواز الحساوي رئيس نادي نوتنغهام فورست، مساك الله بخير يا أبو عبد العزيز. حياكم الله، وانا سعيد اني اكون معاكم اليوم ومسي على الاخوان اللي معاك في الاستديو. الله يسلمك. حياك الله يا ابو عبد العزيز. احنا يعني ابو عبد العزيز بس نشكرك في بدايه الامر انك يعني ساهمت يعني الامانه مع اخوانك في نادي الكويت مع اللجنه المنظمه ان توفر على الجماهير او تدعم الجماهير حضورهم لهذه المناسبه وهذا الحدث. شنو الهدف يعني الاسمى من هذا الشيء يعني ترى؟ بالعكس انا والله يعني هذا اقل شيء اني اقدم لاخواني في نادي الكويت، وبالعكس هذه بادرة طيبة يعني انهم قاعد يحضرون فرق مميزة وفرق عالمية الحقيقة انها قاعدة تلعب مع انديتنا الكويتية. نعم. وهذا اقل شيء اني اقدر اقدمه لاخواني الجماهير اللي انا احسب نفسي واحد منهم وفيهم، وانا صراحة ودي اقدم اي شيء للرياضة، وانا الحقيقة يعني هذا اقل شيء اني احاول اساهم نوعا ما، واللي يحب يعني يتواصل او بالنسبه للتذاكر موجودين في نادي الكويت في المركز الاعلامي في نادي الكويت، وهم التذاكر موجوده هناك حق المباراه ان شاء الله اللي راح تقام ان شاء الله في تاريخ 13 الشهر الحالي، واتمنى التوفيق لطبع نادي الكويت ان شاء الله. نعم كابتن يعني فواز العساوي، كونك انت يعني ابن الرياضه وعارف، قاعد نشوف شو الاسباب اللي خلت مثلا الجماهير الرياضيه جدا متعطشه لهذه المقابلات الدولية، متعطشة لاستضافة النجوم والوجود معهم في ملاعبنا الكويتية، يعني قاعد نشوف وايد في مبالغة وعشق من الجماهير. طبعا ما في شك لما انت تحضر فريق كبير مثل بايرن ميونخ يضم أسامي كبيرة ولاعبين كبيرة مثل هذا، ما في شك ان الجماهير ودها تحضر وتشوف هذه اللاعبين اللي احنا قاعدين نشاهدهم بالتلفزيون، وطبعا في بعض الأشخاص يعني قاعد تحضر لهم في الملعب وتروح لهم، يعني هذا اللاعبين مميزين، وهذه فرصة أيضا كذلك لما يصير احتكاك بين لاعبين مع لاعبين مميزين في هذا المستوى، بالعكس راح يرفع من المستوى الفني اللي عندنا احنا في الكويت إن شاء الله. وصراحة يعني شيء طيب يعني ان احنا بنحضر يعني نادي الكويت، من السابق احضر البرازيل الحقيقة، والآن قاعد يحضر فريق بايرن ميونخ، وأيضا كذلك نادي السالمية كذلك أحضر فريق البرتغال ففي أكو، فهذه أشياء يعني مميزة. في السابق الكويت كانت تلعب مع فرق عالمية. نعم. إن شاء الله ترجع الآن وتلعب مع الفرق العالمية، لأنها يطور المستوى ويزيد من المستوى الرياضي اللي عندنا خصوصا في لعبة كرة القدم طبعا. نعم السيد فوز الحساوي، يعني في نهاية يعني الاتصال الكل يوصيني يعني ويعني يشيد بجهود نوتنغهام فورست هذا السيزن، يعني اتوقع وجودكم في المركز الخامس وانتم ما زلتم في منطقه البلاي اوف، يعني اطمنا عن فريقك ولو على عجاله. يعني طبعا بالنسبه حق نوتنغهام فورست مثل ما انت عارف يعني في الموسم اللي فات كان بس نقطه واحده اللي فصلتنا عن الملحق اللي هو البلاي اوف. صحيح. في هذا الموسم والله الحمد بدينا بداية طيبة يعني، ولكن يعني تعرض الفريق لتعادلات وفوز وتعادلات، ولكن هذا الدوري اللي احنا قاعد نلعب فيه اللي هو دوري الشامبيونشيب جدا صعب، ما في فريق يضمن انه يفوز، كل فريق يستطيع ان يتغلب على اي فريق. طبعا احنا الان في وضع خلينا نقول جيد، احنا الحين فريق عنده 40 نقطة. نعم. وباقي لنا تقريبا قسم كامل، لو نعم. ان احنا نحصل على 40 نقطة ثانية انا اتوقع احنا راح نكون في المركز الثاني.
لأن عادة اللي يوصل 80 نقطة يكون يا المركز الثاني أو المركز الأول. نعم. طبعا ما فوق 80 هو الأول يعني. نعم. فإحنا إن شاء الله يعني إذا فريق واصل في هذا المستوى وهذا العطاء نتمنى إن إحنا ما نلعب حتى بلاي أوف، نتمنى إن نصعد دايركت. ولكن نعم. هذه كرة وكرة قدم وأنت مثل ما أنت عارف وهي فوز وخسارة، وإحنا قاعدين نبذل السبل الحقيقة إن نعم. نحاول نوصل الفريق إلى مكانه الطبيعي، ولكن في النهاية مثل ما تفضلت نهاية كرة قدم، وبالنهاية أتمنى التوفيق لنوتنغهام وأتمنى يعني دعاوي أهل الكويت يعني وقفتهم صراحة اللي كل مباراة يعني قاعد يخجلوننا والله سواء عن طريق تويتر ولا نعم. عن طريق مكالمات ولا نعم. في أكو حضورهم اللي قاعد يتواصل. يعني أنا ودي أقول شغلة، يعني نادي نوتنغهام فورست هو نادي يعني نادي كويتي بحت يعني صراحة، وهو يعني للكويتيين حقيقة. يعني إحنا لما شروا الإخواننا الإماراتيين نادي مانشستر سيتي كلنا تعاطفنا مع نادي مانشستر، صحيح، وكلنا تعاطفنا مع باريس سان جيرمان لما شروا الإخوان القطريين. فالحين نادي نوتنغهام فورست هو يعتبر نادي مالك كويتي وهو ملك للكويتيين كلهم الحقيقة إنهم عشان كذي يعني ذبيحتك علي أبو عزيز إن شاء الله تأهلت. نعم. ذبيحتك علي تشرف والله حبيبي اخوي صقر. طبعا طبعا كل الشكر لك ابو عبد العزيز، وعسى الله يوفقك ان شاء الله، ودعوات اهل الكويت دائما وياك، وما هي غريبه على اهل الكويت بدعواهم. مشكور يا فواز الحساوي مالك نادي نوتنغهام فورست على هذا الاتصال، وعلى الامانه يعني تواصلك الدائم معنا، وهذا شيء يفرحنا للامانه، خصوصا عندنا في برنامج جماهير وكل يعني البرامج الزميله. مشكور طبعا. فاصل قصير ومن ثم نعود. اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين. طبعا نشكر السيد فواز الحساوي على يعني تخصيص لنا اتصال من قبل يعني المملكه المتحده يعني البريطانيه، وكذلك شرح شنو اسباب تبرعه بمبلغ 15000 دينار، ويعني هو والشخصيه العرباويه اللي ايضا قدمت 15000 دينار توتال 30000 دينار، شروا تذاكر من نادي الكويت وتذاكرهم موجوده في نادي الكويت. اذا حاب نصيحة أخيرة، كلمة أخيرة، توضيح نقطة أنت ما وضحتها أو الأخوان مؤيد الشهاب كرئيس لجنة عليا في الأسبوع الماضي، حتى يعني توجه رسالتك للجماهير. بس أول شيء أعقب على موضوع 30000 دينار. نعم. 15000 دينار مالت الأخ فواز أبو عبد العزيز موجودة في نادي الكويت. نعم. أما 15000 الأخرى موجودة عند الشخصية العرباوية وهو راح يتصرف فيها، وهو راح يوزعها يعني رسالة واضحة ومباشرة. نعم. للجمهور. نعم. ما أقدر أقول غير حياكم الله، تعالوا الملعب واستمتعوا بلعبة جميلة إن شاء الله. نعم. وإحنا أمورنا طيبة إن شاء الله، وبدعواهم إن شاء الله يتم الفرح للجميع. نعم. حسين العندليب، يعني كلمتك الأخيرة، يعني اليوم أنتوا تسافرون دائما يعني تروحون البوندسليغا أو تروحون تشوفون بافاري في الخارج. صحيح. عندنا سفر آخر الشهر إن شاء الله. وعندكم سفر آخر الشهر، وإن شاء الله إذا الله سهل علينا بنيوياك أنا دكتور سكي. سهل بارك الله. على حسابنا يا أخوي. على حسابك. لا قلت يمكن على حسابك. شنو شعوركم الآن أنتوا، وشنو رسالة بتوجهها للجماهير من نصائح لإقامة الحدث بشكل كامل؟ والله أول شيء مثل ما قلت أخوي أبو جوهر، عندنا إن شاء الله لقاء مع الجماهير، مع كافة أعضاء الرابطة وحتى الإخوان غير أعضاء الرابطة، الجماهير الكروية الكويتية بشكل عام، راح نتواجد إن شاء الله الساعة 6 وراح نرسل رسائل، بالإضافة إلى راح نعلن عن ذلك من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. أكو نقطتين مهمين، أول شيء أدعو الجميع لحضور هذه المباراة. نعم. بايرن ميونخ الآن فريق بطل خماسية بطل. نعم. العالم. نعم. نعم. نتمنى من الجماهير سواء أعضاء الرابطة أو غيرهم أن الجميع التزم بلبس تيشيرت بايرن ميونخ أو تيشيرت أحمر. نعم. أو نادي الكويت، ولكن. نعم. تيشيرت أحمر. الساعة المباركة. ممتاز. شرف فيكم. كل الشكر لك على وجودك حسين العندليب عضو رابطة البافاري في الكويت، وشكر لجهودكم، وكذلك سامي نفيسي شكرا لجهودك وجهود مؤيد الشاب ومع الرشيد كل أخوة معاكم، وشكرا لفواز الحساوي والشخصية العرباوية اللي تبرعوا اثنينهم بمبلغ يعني 30000 دينار، ونتمنى اللي بيبي تذاكره يذهب إلى نادي الكويت. دكتور صقر أنا كان ودي أختم معاك بس يقولوا لي مقدرين. قفل. وكل الشكر لك دكتور صقر أيضا على وجودك، والشكر لكم مشاهدينا. و13 يناير الساعة 6 حضروا قبل المباراة بفترة طويلة، خلونا نفرح بوجود هؤلاء النجوم وهذا الفريق البافاري العريق. أنا محمد جرهاش، في الأسبوع المقبل إلى اللقاء.